المحاضرات اللي فاتت اتعلمنا ازاي نعمل شهادة الستيل ستراكشر، ازاي نعمل ستيل ستراكشر ونوصله للمرحله دي، ازاي نعمل اكويبمنت هوريزونتال بيزل، ازاي نعمل فيرتيكال بيزل، وتعلمنا ازاي نعمل التانك، واخر حاجه اتعلمناها المره اللي فاتت ازاي نعمل امبورت لفيزل من بره. ولو تفتكر حضراتكم ان الفيزل دي احنا كنا خرجناها من البرنامج بتاع الدرايف فيزل ودخلناها عندنا هنا، وكان بس تعريف النزيلات ما كناش خلصناه. ان شاء الله هنبدا بيه النهارده، لكن قبل ما نبدا في اي حاجه اتمنى بس اعرف من الحضور الدنيا ماشيه معاهم ازاي، وايه المشاكل اللي واجهتهم الفتره اللي فاتت، عشان لو في حاجه نغطيها قبل ما نبدا النقاش. يا ريت اللي عنده اي مشكله في اي حاجه يبدا يقول لنا. طيب يا شباب، المحاضره اللي فاتت اتعلمنا ازاي نجيب فيزل زي دي، والفيزل دي لو تفتكروا دي احنا كنا مخرجينها من صوره اوركس، عملنا لها اكسبورت بامتداد اكس تي ار او اكس ار، وبنيجي هنا على الاوت بوت هي فين؟ احنا هنا في البرنامج خلاص، بنيجي هنا على الامبورت، ممكن تجيبها برضه من هنا الامبورت، وبتختار هذا الفورمات، ورحنا اخترنا الملف بتاعنا اللي احنا عاملينه، واحنا اخترنا الملف بتاعنا اللي احنا عاملينه وجبناه ودخلناه هنا عندنا في المشروع. طيب انا لو في بيئه اوتوكاد العاديه خالص، يعني انا بطلع فيزل بدي دبليو جي، احنا بس كان عندنا مشكله صغيره خالص في الفيزل دي اللي هو تعريف النزولات بتاعتها، فتعالوا نعملها المره دي. طيب انا دخلت النزل دي المره اللي فاتت وخلاص احنا عرفناها وعرفنا النزل بتاعتها، بس ما عرفناش نعرف الدايركشن بتاع النزل دي. تعالى نبدا الاول بالنزل اللي هي على سبيل المثال، وبعدين هنروح النزل الثاني. النزل اللي احنا عرفناها المره اللي فاتت، عرفناها المره اللي فاتت، وعايز تشوف الديتيلز بتاعتها فعلى قلم الرصاص واضغط دبل كليك، هتلاقي التفاصيل بتاعتها اللي احنا كنا اخترناها، ان هي نزل في لانجت 14 فوس عندهم من الدايمتر ريزد فيز كلاس 300 على حسب الازمه، او اقف عليها بس كدوت وهو يجيب لك نفس التفاصيل، هي نزل في لانجت 14 فوس. فاحنا خلاص عرفنا ديفينيشن الفلانج دي تفاصيل ايه. طيب تعالوا نعرف الفلانج اللي تحت دي كمان. طول ما انت شغال في بيئه الاكس والواي، او الاكس والواي يعني انت مش متعامل زي دي، يعني ما فيهاش اورينتيشن، بتلاقي الدنيا سلسه معاك والامور سهله خالص. تعال نشوف النزل دي هنعرفها، وبعدين نروح نعرف النزل دي ونعرف ايه الفرق بين النزل دي والنزل دي. النزل التحتانيه دي بس عايزين نعرف تفاصيل ايه اللي هي نزل 4. انا اضغط على دبل كليك، هو السايز بتاعها كان 14 فوصه برضه، والفلانج البريشر ريتنج بتاعها برضه 300. طيب هنيجي عند النوزل بتاعتنا اهي، وهاجي اقول له نوت رايت كليك اد نوزل. رايت كليك اد نوزل. هتلاقيه طالب دلوقتي ان انا تحت كده، هتلاقيه بيقول لي سبيسيفاي ذا نوزل سنتر. فانا هاجي عند النوزل اللي انا اخترتها ده، النزل اللي انا اخترتها، وهنروح جري على السناب. افتكروا يا شباب هنقفل كل الحاجات دي باستثناء السنتر بس، انا عايز اقول السنتر بس، هقفل كل السنابات باستثناء السنتر، وهقف على الدايره الخارجيه اللي تحت اللي خالص ده، اول ما يعمل الدايره الخضراء اللي حضرتك شايفها اضغط انتر. خلاص هو خد الدايركشن بتاع السنتر اول والدايركشن بتاعها لتحت، بس عشان اخد الاكس لتحت مباشر اضغط عليه في 8 عشان يشتغل على البربنديكولار مود، فهو هيجيبها كده هيجيبها كده، هو ده الاكس بتاعها، واقول له كليك. كده انا خلاص اخترتها، هيفتح لي الفلانج بروبرتي زيت، هقول له ان النوزل نمبر هي رقم 3، ماشي انا موافق على رقم 3، وهاجي على التايب واقول له هي نوزل 14 بوصه زي ما احنا اتفقنا، وهي 300 وهي ريزد فيس كلاس 300. اخترت النوزل، بمجرد ما اختارها اقول له كلوز، كده خلاص انا عرفت النوزل دي. لو حضرتك وقفت عليها هتلاقي كاتب لك نوزل 14 بوصه كلاس 300، يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا النوزل دي. طيب يلا بقى نروح نعرف النزل الثانيه دي اللي هي فيها مشكله. الاول بس قبل ما نمشي بعيد، لو حضرتك بصيت كده هتلاقيك انت شغال على بيئه البي ان اي دي، يعني معظم الحاجات بتاعتنا اللي هي في الهوم اصلا ما عادتش موجوده، فين الفيزيلات وفين البوصله اللي كانت هنا بتاعت البايبنج مش موجوده. بمنتهى البساطه حضرتك اضغط بس على السيتنجز اللي تحت هي وقول 3 دي بايبنج، هيحول لك القصه ل 3 دي بايبنج. ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. تعالى بقى نيجي على النزل دي نجيب مواصفاتها الفنيه الاول. اول حاجه انا لو عندي النوزل وعرفتها غلط زي اللي احنا عملناه في النوزل دي، هشيل التعريف ازاي؟ تضغط برضه على النوزل ايديت دبل كليك كده، وهتيجي نوع على تشينج لوكيشن، هتلاقي في ريموف، اضغط ريموف بس. كده ما عادتش تعرفها غلط. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نشيل التعريف الغلط اللي احنا عملناه، وهشيل الخط ده كمان وهقول لك هنعمل ايه.
طيب هي النوزل دي اللي انا عايز اعرفها، عشان اشتغل على النوزل دي لازم اعمل المحاور بتاعتي متعامده وفي نفس اتجاه النوزل دي، والا مش هقدر اشتغل. يعني انا لازم اعمل ايه؟ لازم اغير المحاور بتاعتي نفسها. طب بغير المحاور ازاي؟ بحاور ازاي؟ باجي على الموديلنج الفيجواليز، وباجي عندك هنا اللي هو السيستم. في عندك خيارات كتير جدا، انت ممكن مثلا ترسم خطوط وتشتغل عليها او تحددها مباشره. فانا هاجي هنا وهيقول لي مانج يوزر كوردينيت سيستم، انا هختار الخيار ده. وهيقول لي بص، اول حاجه اختار السنتر بتاع النزل بتاع اللوكيشن بتاعك اللي انا بنقله. لو حضرتك بس ركزت في الكوماند لاين من تحت اهوت، يو سي اس، يو سي اس سبيسيفاي اوريجن الجديده بتاعت النزل. ولو لاحظت هتلاقي الكوردينيت سيستم بتاعك بيتغير كل ده. فانا هاجي عند النقطه دي وهاخد النقطه. شايف حضرتك اول ما خد العلامه الخضراء خد النقطه، وبعدين هاخد محور اكس. اختار بقى اي نقطتين على نفس الفلانجة. فانا هختار برضو الاخرام الفلانجة اهي، وهاجي على المتعامد عليها اللي هي دي كده. انا عملت محور متعامد على الفلانجة نفسها. ركز فيها بشكل كويس جدا. هلغيها تاني. انا لو ضغطت على العلامة اللي هي اللي هو بيقول لي البريفيوس يو سي اس، يعني هيكنسل الحالية. انا لو لغيت هي رجعت للوضع الطبيعي بتاعها تاني. انا هعمل نظام يو سي اس سيستم، وهختار السنتر بوينت بتاعتي. فين السنتر بوينت؟ اقف على الفلانجه المنطقه بتاعتها، اقدر احدد السنتر بوينت خضراء اهي، اقول له اوكي. وبعدين هات اي نقطتين عليه، انا يهمني بس المحاور تكون متعامده. ادي النقطه الثانيه اهي، وادي النقطه الثالثه اهي. مش فارقه معانا في حاجه خالص، بوري لحضرتك ان هي مش فارقه. خلاص كده الزد بقى في السالب، برضه مش فارقه معايا حاجه، اهم حاجه يبقى عندي اتجاه اكس اتحرك عليه. يبقى انا كده عملت ايه؟ حطيت المحاور بتاعتي في الاتجاه ده. معايا؟ طيب. بعدين هعمل نفس الحكايه بتاعت عامل عليه رايت كليك بعد كده، واقول له اد نفسك. وهيقول لي اختار السنتر بتاعت النزل بتاعتك. هقف عند الفلانش اللي هي هيختار نقطه الصفر، وهتحرك بربنديكولار عليه لان انا لسه شغال على نظام متعامد اهو اف 8. ف وهختار النزل كده. انا حددت اتجاه النزل بتاعتي ورسمتها خلاص. قال اختار نزل نمبر، فهي نزل رقم 2. هقول له اوكي، وهاجي على التايب بتاعها. النزل بتاعتها دي انا ما كنتش فاكر التفاصيل بتاعتها، اللي هي نزل رقم 1. ممكن نجيبها من نزل رقم 1 هنوت. كان السايز بتاعها 12 بوصه، والفلانج ديتيلز كان كلاس 300. فهنيجي برده على الاوتوكاد بتاعنا، الفلانج 12 بوصه فلانجت وكلاس 300، وهقول له ان هي ريست فيز. بمجرد ما اعلم عليها يقول اوكي، واقول له كلوز. طيب انا عايز اتاكد ان هي اتعملت صح، اعمل ايه؟ زي ما حضرتك واقف، ارجع عادل بنفس الكوردينيت سيستم القديم بتاعنا، مش هيفرق معاك في اي حاجه اهو. انا رجعت نقطه الاصل وجيت عند النزل ده، وهاخد خط من هنا واطلع. شايف حضرتك بمجرد ما اطلع انا عملت حاجه غلط. فهقول لك الغلط ايه. الفلانجه بتاعتنا المفروض كلاس 300، فاحنا واقفين عند روح الهوم هتلاقينا عاملين كلاس 150. فانت بس عدل الجدول بتاع كلاس 300، واضغط على الفلانجه غير بس لك البلس الابيض ده، واتحرك هتلاقيه طالع بربندكولار زي ما حضرتك شايف بالظبط اهوت. انا بس عايز وصله صغيره خالص زي كده، وهتلاقي الفرنشا عامله ميتنج بالظبط اهي، والسيمبل بتاع الجاسكت اللي انا حاططها جاب معايا. يبقى انا كده شغال ماشي في السليم، والامور معايا زي الفل. اعمل حذف الكلام ده، خلاص كده احنا عملنا اللي احنا عايزينه. يبقى انا عرفت النوزل دي وعرفت الاكيوبمنت دي، هاجي عليها في اي وقت كده واقف عليها، هيقول لي ان هي اكيوبمنت، وان التاج نمبر بتاعها هو E001، والنوزلات كلها هاجي على اي نوزل فيها هلاقيه عامل التفاصيل بتاعتها. يعني النوزل بتاعتنا خلاص اهي اللي احنا لسه معرفينها ورسمين عليها، هي خلاص نزل في الانجل 12 بوصه من الدايمتر وهكذا. طيب ده يا باشمهندس انا لو مخرج او منزل ملف من على النت وعامله بامتدادات معينه. طب هو لو هو اصلا دي دبليو جي 3 دي زي الملف ده كده، هي نفس الفيزر اهي، انا مخرج من البرنامج دي دبليو جي 3 دي، اعرفها ازاي؟ انا حابب اعرفك دي بانه دي فيها تركيه ثانيه كده، حابب حضرتك تعرف. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ انا عندي الفيزا اهي. بص يا باشمهندس، انا في بيئه اوتوكاد بلاند 3 دي، في صدى صوت. طيب كده تمام يا باشمهندس، ما عادش في صدى صوت. كده تمام يا هندسه. طيب احنا في بيئه اوتوكاد بلاند 3 دي، فاحنا شغالين بنتعامل مع الملفات كلها.
فانا لو جيت على اللوحه دي، انا مثلا فاتح اوتوكاد بلند 3 دي، ده اصدار 2019 هو عادي خالص، وعايز اعرف على ده على انها نوزل، شايف ان هقف عليها رايت كليك مفيش اي حاجه بتاعت نوزل خالص اهي. لو جيت على كريت اكيوبمنت اهي اللي احنا لسه متعلمينها الامر اهو، لو جيت على الامر بتاع كريت اكيوبمنت اهي، بمجرد ما اضغط عليها هيرد عليا، بمجرد ما اضغط عليها هيرد عليا يقول لي انه هو ما يقدرش يعمل اي حاجه لانك مش فاتح اي بروجكت، ده دي دروينج عاديه. فهو دلوقتي بتشتغل كبراوزر زي الاوتوكاد العادي خالص ومش عارف اي حاجه. طيب انا عشان اضيف لوحه هاخد ايه جوه المشروع عندي وبعدين اشتغل عليه. عشان تضيف اي دروينج داخل المشروع يا باشمهندس لازم تبقى عارف الامتداد بتاعها، او اقف رايت كليك على اي ملف عندك وقول له كوبي فول لينس باص. ده هو انا مش محتاج اروح على المكان بتاعه ولا اعرف مكانه، انا هاخد الكوبي وبس مره واحده. انا اخترت اهو كوبي وهاجي على المشروع بتاعي عادي خالص اللي انا شغال فيه. عشان اضيف اي لوحه لازم اقف على البروجكت بتاعي في المكان اللي انا عايز اضيف فيه اللوحه، اقول له رايت كليك واقول له كوبي دروينج تو بروجكت. يعني انا هاجي على البلاند 3 دي دروينج ده، اقول له رايت كليك واقول له كوبي دروينج تو بروجكت، هيفتح لي ويقول لي حدد لي المسار بتاعها. فانا في الفايل نيم هحط المسار اللي انا لسه مختاره، اقول له اوبن. لو سمحت اقفلها بس عشان هي مفتوحه اكتر من برنامج فمش هيقبل. لو انت حضرتك مثلا كنترول اس، وهنقفل اللوحه دي وتعالى نجيبها احنا في اوتوكاد العادي. طيب هنيجي اقول له اد رايت كليك كوبي درونج تو بروجكت، واختار الامتداد بتاع الملف بتاعي اهو واقول له اوبن. او هي هو هنا شايف ان هي فش 3 دي، افتحها هي دي باك 007 2004 3 دي. البريفيو بتاعها شغال اهو، تقول له اوبن. بص يا باشمهندس، هو البرنامج لما بيعمل جنريت بيعمل لاكثر من ملف، فانت اتاكد ان انت واخد الملف الصح. هو برضه نظام. طيب ماشي، ثانيه واحده. هتعمل هنا يا باشمهندس رايت كليك وتقول له كوبي درونج تو بروجكت. ثانيه واحده نحسب هي بس، لانه انا جبتها اصلا قبل كده في ريموت درونج، ريموت درونج فروم ذا بروجكت. بقول له رايت كليك واقول له كوبي درونج تو بروجكت، وهختار اللوحه بتاعتي واقول له اوكي، لان كنت مدخلها قبل كده فهو ما كانش موافق. بمجرد ما قلت له كوبي درونج تو بروجكت هو دخل لي اللوحه جوه المشروع. دلوقتي انا اقدر اشتغل عليها، افتح ملف عادي خالص اهو، واقدر اشتغل عليها، اعمل عليها ايديت، اعمل عليها كوبي، اعمل عليها فيزل، اعمل عليها كل حاجه. يعني انا من شويه لو كنت ضغطت على الخيار بتاع كونفرت تو فيزل ده ولا كان هيعبرني، ولا كان هيعبرني او كونفرت تو فيزل، ولا كان هيعبرني. شوف دلوقتي هو شغال معايا عادي خالص، هو بيقول لي اوكي وما عنديش اي مشكله. الحاجه الثانيه اللي نسيت اقول لك عليها يا باشمهندس، انا لو عامل سيلكت جزء من الفيزل، انا دلوقتي جزء واحد بس، وضغطت على كونفرت، وضغطت على كونفرت اكيوبمنت، شايف هو هياخد الجزء اللي انت معلمه ويبدا يتعامل معاه على انه هو الاكيوبمنت. فانت دايما قبل ما تعمل كونفرت اكيوبمنت لو سمحت تتاكد من السيلكشن بتاعك. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل كونفرت اكيوبمنت الاول. هنعمل كونفرت اكيوبمنت، هيقول لي اعمل سيلكت للحاجه اللي انا عايزها، فانا اختار الاكيوبمنت كلها ورايت كليك عشان يفعل الاوردر، او مسطره عشان يفعل الاوردر. معلش السكيل عامل لنا مشكله. هعمل كونفرت اكيوبمنت، فانا هعمل ال convert equipment، convert equipment عم اشتغل اهو، الامر اشتغل معايا اهو. وهعلم على المنطقه اللي انا هاخدها كلها اللي هو البلاند، واقول له رايت كليك كده خلاص حولها، وبيقول لي انت عايز تسمي ده اسمه ايه، فاقول له ان هو هيت اكستشينجر. بمجرد ما اقول له هيت اكستشينجر هيقول لي حدد البيس بوينت بتاعها، سبيسيفاي انسرشن بوينت. فانا هاجي على الكورنر اللي هناك ده واعمل له سيلكت او اي مكان فيه يعني. عشان اقدر اعمل سيلكت للكورنر فلازم افعل الاند بوينت وبعدين اختار النقطه دي واقول له سيلكت. كده انا عرفته وفتح لي هنا التاج نمبر. انا ممكن ادخل تاج نمبر وممكن ما ادخلش. لو ما دخلتش تاج نمبر ايه اللي يجرى؟ ولا حاجه خالص، انت دبل كليك عليها افتح البروبرتيز بتاعتها، هتلاقي هنا كاتب لك التاج نمبر ايه؟ علامه استفهام. هو نفس الخانه، اضغط على جنبه هيفتح لك نفس المربع الحواري اللي بيظهر لنا هناك.
هعمل له مبادل حراري ووت نمبر هو 02 والوصل نفس القصه. طيب انا كده عرفت المبادل الحراري ان هو بقى اكيوبمنت، انا قلت عليه دلوقتي هيقول ان هو اكيوبمنت وان هو اي 002. طيب انا هستخدم الموديل ده نفسه اكتر من مره في المشروع، فعايزه يبقى سهل جدا في التعامل معاه، ان انا اجيبه بسهوله واطلعه بسهوله. اقف عليه رايت كليك لو سمحت واقول له سيف سيلكتد اكيوبمنت از تمبليت. بمجرد ما بتختارها هو بيقول لك بس حط لي اسمه ايه، انا هسميه على سبيل المثال مثلا اي ار 01 على سبيل المثال، واقول له سيف. خلاص كده هو اتعمل عنده تمبليت اسمه اي ار 01. عايز اجيب التمبليت ده اعمل كريت نيو اكيوبمنت عادي خالص اهي، هتيجي نوع على تمبليت هتلاقي فيه اي ار 01، بمجرد ما تختاره وتقول له كريت هتلاقي جاب لك المبادل الحراري كامل من غير اي تعب ومن غير اي حاجه، وبيحطه لك وبيقول لك حط الاورينتيشن انجل بتاعتك ايه، الزاويه كام، انا حطها صفر من الكيبورد حتى، اقول له انتر، هو كده حطه اهوت، وهتلاقي التاج نمبر بتاعه معمول علامه استفهام. ده يعني ايه؟ يعني انا لسه ما عملتوش اساين للتاج نمبر. عايز الغي القصه دي، اضغط عليه دبل كليك يفتح لك البروبرتيز نفس القصه، وروح اعمل له اساين للتاج نمبر بتاعك وادي له نمبر جديد هو بقى 03. يبقى انا كده عرفت كمان ازاي اعمله تمبليت ويجي لي بسهوله جدا ومفيش اي مشكله. تمام يا باشمهندس؟ وهو هو نفس القصه، خلاص حولت الاكيوبمنت هتيجي عليه رايت كليك وتقول له وتبدا تعرف النزل بتاعتك ايه، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الثاني. اضغط على اف 8 واعمل فوق وخش على المربع الحراري اعرفه وهكذا. احنا مش هنعمله بقى خلاص. يبقى انا عرفت كمان انه ان انا اجيب الاكيبمنت لو هو دي دبليو جي بجيبه واضيف ازاي ملف المشروع. قبل ما اعمل كنترول زد لو سمحت. طيب انا جبت الاكيبمنت اهو عايزه اخده في المشروع بمنتهى البساطه خالص، تقدر تاخده لو مش عايزه في اللوحه دي لوحدها وعايز تجيبه جوه المشروع عندنا هنا بمنتهى البساطه، هتاخده كوبي بيست مفيش اي مشكله، بس انا هنا هاخده كوبي وكات. ليه؟ هقول لحضرتك ليه. هو دلوقتي لو فتحت الداتا مانجر، الداتا مانجر وجيت على الاكيبمنت، بس اتاكد ان انت فاتح البروجكت كامل. لو جيت هنا على المبادلات الحراريه، لو جيت هنا على المبادلات الحراريه هتلاقي عندك كام تاج نمبر، هتلاقي عندك كام تاج نمبر، هتلاقي عندك ده الاكيبمنت فين. هذا الاكيوبمنت ساين، احنا عايزين التاج نمبر، هتلاقي عندك اكتر من تاج نمبر. المبادل الحراري فيزل 001، المبادل الحراري 1 و2 و3، ده الهيت اكسشينج 1 و2 و3. فانا عندي دلوقتي في المشروع 3 مبادل حراري، اللي هم مين؟ اللي هو واحد في اللوحه دي، هذا واحد اثنين في اللوحه دي، واللي احنا استوردناه المره اللي فاتت اللي معمول بسوليد وركس اللي هو ده. يبقى كده عندي 3. طيب انا لو خدت كوبي بيست هعمل نموذج جديد وهتلاقيه ضافه في الداتا مانجر على اربعة، يعني هافر ده واقول له كنترول سي عادي خالص، هو خده كوبي، وهاجي في الملف دوت واقول له كنترول بي، كنترول بي، وحطيت له اي مكان. بمجرد ما حطيته هو لو وقفت عليه هتلاقي التاج نمبر بتاعه، لو فتحت البروبرتيز هتلاقيه حاطط 3 وعلامه استفهام، يعني هو ده نسخة من المبادل الحراري رقم 3 وفي علامة استفهام ان التاج نمبر بتاعه مش صحيح. فبتقف عليه وتديله السيريال نمبر بتاعه هتلاقيه عمل لك مبادل حراري رقم 4. رقم 4 ده يعني ايه؟ يعني لو حضرتك دخلت على الداتا مانجر هتلاقي بقى عندك كام مبادل حراري، اهو هذا الفيزل بتاعنا الهيت اكسشينجر بتاعنا بقى عندنا كام مبادل حراري. هذا مبادل حراري، هذا مبادل حراري 1 و2 و3 و4. فاي حاجه انت بتعمل لها كوبي لازم تبقى عارف كويس جدا انت بتعمل كوبي لايه، لانه هو بيعد عليك اكيوبمنت دلوقتي. ماشي يا باشمهندس؟ طيب الصفحه دي مش محتاجه خالص، فانا هحذف كل دول وهنسيبها موجوده معانا كتست بس ان انا بلعب فيها كده. مجرد ما تعمل كنترول اس هو هيحفظ لك كل التغيرات اللي معمولها. يبقى احنا اتعلمنا يا باشمهندس ازاي نجيب اكسبورتد يعني معموله ببرامج ثانيه خالص، ازاي نجيبه 3 دي دي دبليو جي عادي خالص ونتعامل معاه ونحول اكيوبمنت، واتعلمنا ازاي نعمل البلاتفورمز والستيل ستراكشر بتاع البيزنس. طيب اهم حاجه في المشاريع كلها اللي احنا لسه ما اتكلمناش عليها اللي هي ترومبا. انا هحذف برضه ده مش محتاجه، او احذف ده اسكيب نختار ده ونلفت. هنتكلم دلوقتي على البامب. انا عايز اعمل كريت نيو بامب،
فنفس القصه هقول كريت والبامب مفيش اسهل منها. هتيجي هنا على البامب عندك حوالي 5 انواع او 6 انواع معرفه سلبا. عندك في حاجه اسمها صمب بامب اللي هي بتبقى يعني في درين بيت او في صمب بيت وانت بتسحب من تحت وبترمي من فوق. وهكذا. في عندك بامب ثانيه اسمها هوز بامب اللي هي الارنجمنت بتاعها بيركب عليها هوز سكشن وديسشارج. في عندك بامب ثالثه اللي هي الفيرتيكال لاين وهكذا. اللي احنا يهمني هنا وهبدا اشرحها لحضرتك اللي هي السنتر فيو البامب العاديه اللي خالص دي، وده الباقيين كلهم كوبي بيست. الميزه في البرنامج ان هو عامل لك تمبليت هنا، بس التمبليت ده دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني حاطط لك عليه ابعاد وانت ممكن تعدلها على حسب المشروع اللي انت شغال عليه. بتروح تجيب الداتا شيت اللي جاي لك من الايكويبمنت فيندر وتحط نفس الابعاد دي وتعدلها بنفس المواصفات الفنيه بتاعتك. اول حاجه زي ما اتعلمنا البامب بنديلها سيمبل بي، فالتاج نمبر بتاعها نفس القصه بنحط لها اوتو نمبر فيعمله لي تاج نمبر 001. وبعدين اقف على اي بعد من دول هيجيب لك بريفيو عليه على الشاشه وانت تشتغل عليه بقى. يعني الاس ال اللي هو الطول الكلي للبيس فريم بتاعك كام؟ هو هنا عامله 1625 اوكي. الاس بي اللي هو ايه؟ العرض بتاعك. الاس اتش اللي هو حضرتك هتيجي هنا هتلاقيه هو الارتفاع الفاونديشن او البيس فريم بتاعك. الاس اي اللي هو بعد السحبه من الطرد، يعني انت لو لا بعد الفلانجه بتاعه الطرد بتاعتك من القعده، يعني وش القعده فين او وش الفريم فين وانت السنتر بتاع القعده بتاعتك فين وهكذا. اي حاجه مش معمول لها بريفيو بمجرد ما تختارها هتلاقيه بيتحرك معاك وبيجيب. الارقام دي كلها بتجيبها منين؟ من الجنرال ارنجمنت دروينج او من المانيفاكتشر دروينج بتاعه البامب نفسها. ان انت شاري البامب دي من مثلا من شركه سولزر، من شركه اميك، من شركه وات ايفر اسمها ايه الشركه اللي انت جايب منها، بيديك هو الجنرال مانجمنت دروينج بتاعه الترومبه وانت بتعدل الدايمنشن دي كلها وبتدخلها على حسب البامب اللي انت جايبها وتقول له اوكي. في الاخر خالص هتقول له كريت بمنتهى البساطه وتروح تعمل بوزيشن للبامب بتاعتك. كده الترومبه هي اتعملت وبتحط الالاينمنت بتاعك عند زاويه 0 وعند زاويه 45 190 وهكذا. فاحنا هنحطها عند زاويه 0 واقول له اوكي. الفرق الوحيد في الترومبه ان هو اصلا بيبقى معرف لك النزلات بتاعت الديسشارج والسكشن والديسشارج بتاعها هو معرفهم لك اوتوماتيك. يعني انا لو قلت عليها هتلاقي كاتب لي ان النزل هي رقم 2 وهو عامل هنا 4 بوست. طب انا لو عايز اعمل لها ايديت اختار القلم الرصاص نفس القصه اهوت، دبل كليك على القلم الرصاص هيجيب لك الايديت نزل، خش عليها وعدلها خليها عام 6 بوست على سبيل المثال وقول له اوكي. بمجرد ما هتقول 6 بوست هو بيعدل الشيب بتاعه نفسه اللي يبقى 6 بوست. فهنا الترومبا هي الوحيده او التمبلتس الجاهزه بتاعته هي الوحيده اللي بتبقى دايناميك انه بيعدل الدايمنشن قدامك على طول وهكذا. لكن الترومبا معروف ان هما الاثنين نزل بتوعها وان انت بتعدلهم زي ما انت عايز. هي نفس القصه، انا السحب بتاعي مثلا 8 على 6 فانا عاملهم 8 على 6 وهي ريز فيس اول كلوز. يبقى انا عملت الترومبا بتاعتي وعدلتها الدايمنشن بتاع السحب بقى 8 والطرد 6 وهي جاهزه. وهي النقطه ده معناها معرف النوزل وان النوزل جاهزه ان انت تعملها كونكت وان هي مش كونكتد على حاجات غيرها. ونفس القصه بتسحب الخط بتاعك ترسم البايبنج مفيش اي مشكله وهتلاقي الدنيا ماشيه معاك سهل سجل. ده بالنسبه للترومبات وسهله جدا. وانا لو عايز ترومبه دايما بيبقى عندنا ترومبه شغاله وترومبه ستاند باي، فانا لما اجي اعملها ما تتعبش قلبك كتير اعمل له اي سي او وخد الترومبه اهي من اي نقطه واسحب اعمل نسخه ثانيه منها. بمجرد ما تعمل نسخه ثانيه منها لو عملت دبل كليك على البروبرتيز هتلاقي نفس القصه عملها لك بي 001 وعلامه استفهام. هي دايما التاج نمبر بتاعنا بيبقى بصراحه بتبقى 001 بي، بنحط بعدها حرف البي اللي هو يعني الثاني يعني ونقول له الساين وهاجي على الاولانيه اصلا معادل التاج نمبر بتاعها واقول له التاج نمبر بتاعها واقول له نفس القصه اهي بي 001 اي واقول له الساين. تمام كده يا باشمهندس، يبقى انا كده اتعلمت ازاي اعمل ترومبتين وازاي احطهم في المكان اللي انا عايزه. وزي ما قلت لحضرتك انا شغال في بيت اوتوكات، سهل جدا انقل البامب في حته يا كوبي وبيست، يا تاخد النقطه الخضر دي وتعمل لها موف في الحته اللي انت عايزها تحطها في اي مكان يعجبك مفيش اي مشكله. وبمنتهى البساطه خالص بنعمل الكلام ده. طيب يبقى احنا كده غطينا شغل الاكيوبمنتس كلها. هتلاقي عند حضرتك في الاكيوبمنتس حاجات كتير جدا ممكن حضرتك تتسلى فيها وتتعرف عليها. يعني على حسب الشغل بتاعنا بنحتاجها. بالنسبه للمبادرات الحراريه البرنامج برضه بيرسم لك مبادرات حراريه كتير جدا وفي تمبليتس جاهزه. واحنا كنا بنعمل المبادرات الحراريه بره لعله واحده بس، ان انا كنت عايز اقول لحضرتك انه ممكن نتعامل مع برامج ثانيه ونسحب منها. زي ما اتفقنا ان الاكيوبمنتس كلها كل الفكره من الفيجواليز بتاعها، انا ما يهمنيش المواتير هنا شكلها ايه ولا الامبلر هنا شكله ايه، انا يهمني ان انا اخد ابعاد الشكل
بحيث ان انا لما اعمل البايبنج يبقى انا حاجز مكان الترومبه وما اعملش كلاش مع اي حاجه هتيجي بعد كده. نفس القصه انت بترسم اي شكل زي ما حضرتك شايف كده، هو عامل ايفابوريتور كامل اهو، هو الريبويلر، الريبويلر عامل الشكل بتاعه كامل منين؟ عامل الشكل بتاعه كامل من شويه ريمز، سلندر وسلندر وسلندر وكون، يعني شويه حاجات بسيطه خالص بتعمل لك الشيب بالمنظر ده. خلينا نفتحها تاني عشان تشوف الريفيو بتاعها. شايف؟ هي دي سلندر، مختلفه في الدايمتر عن السلندر اللي جنبها، مختلفه في الدايمتر عن السلندر، وهكذا. بتعمل القصص دي بسهوله جدا ومفيش اي ادنى مشكله. وانا اتوقع انه لو سيادتك عايز تعمل مشروع كامل جوه بنيه البرنامج نفسها، انت مش محتاج اي برامج ثانيه، لكن البرنامج بيدعم لك خاصيه ان انت ممكن تجيب اي حاجه منه، فما عندناش اي مشكله ان شاء الله. تمام كده يا باشمهندس؟ يبقى احنا اتعلمنا ازاي اعمل ترومبات، وكده ان شاء الله بكده يبقى احنا غطينا جزء الاكيبمنت. يبقى احنا خلصنا ايه لحد الان؟ احنا اتكلمنا على الاستراكشر كلها وغطيناه، ودخلنا على الاكيبمنت وتعلمنا ازاي نعمل الاكيبمنت وغطيناه. فاحنا خلاص جزء الاكيبمنت وجزء الاستراكشر احنا كده غطيناه. طيب احنا عشان نخش على المرحله اللي بعد كده فيها تفاصيل كتير جدا لازم نكون عارفينها قبل ما نخش عليها ونكون فاهمينها كويس. فهنطلع بره المشروع شويه وهنرجع تاني. هنطلع بره المشروع فين؟ هنروح لبرنامج بايب داتا اللي انا بعت لكم اللينكات بتاعته، وهنبدا نتعرف على البايب كومبوننتس بتاعتنا من اول البايب وانت طالع لفوق. المره اللي فاتت اتكلمنا عن البايب وقلنا انه عندنا حاجه اسمها الاسبي وحاجه اسمها الاستم، والاسبي قلنا هو عرف الصناعه والدايمنشننج بتاع اي حاجه احنا بنشتغل بيها في البايبنج، والاسبي كبيره جدا في البروسيس بايبنج، في البلانت بايبنج، في الباور بايبنج، في الباور ترانسميشن بايبنج، يعني اكواد كتير جدا ومغطيه كل اصول الصناعه في القصص دي. والاس تي ام اللي هو بيديك ريفرنس ان انت تروح تشتغل على الماتيريال نفسه اللي هو زي ما اتفقنا الكيميكال كومبوزيشن والميكانيكال بروبرتيز. السابكه بتاعتها بقى هو ده. وفي جزء كمان في الاس تي ام اللي هو الانسبكشن بتاع الكلام اللي احنا عملناه ده، يعني احنا مثلا عملنا خليط من الحديد مثلا وعملنا منه بليد، البليد ده اتاكد انه ماتشنج مع الريكويرمنت اللي انا كاتبها في الكيميكال كومبوزيشن والميكانيكال بروبرتيز. ازاي؟ ليه شويه تستات. التستات دي مين اللي بيقول لك عليها؟ اللي هي ستيم ستاندرد اللي هو الامريكان سوسايتي اوف تيستنج اند ماتيريال. طيب هنتكلم النهارده على البايبات، هنبدا بالبايبات. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على البايبات لكن فاتنا نقطه بسيطه خالص، فهنراجع عليها على السريع كده ونبدا نرجع للبايبات تاني، والبايب فيتنجز هناخدهم ايتم ايتم ونتكلم على الوصف. احنا قلنا ان البايبات عندنا البايب نوعين، يا هي سيمبلس بايب يا ولدد بايب. السيمبلس احنا قلنا ان هي اعلى حاجه في البايب كلها، وانه الريدكشن فاكتور او انه كفايتها بتبقى في النقل في السترينث بتاعها كفايتها 100%، لكن الولدد بايب بتختلف على حسب طبيعه الحمل. ووريتها لكم من جداول الازمي، وريت لكم المعادلات اللي بتحكم الديزاين بتاعتها، فمش هنتعرض لها كتير ومش هخش فيها. طيب يبقى سيمبلس بايب احنا قلناها الولدد بايب، احنا عندنا حاجه من الدنيا هي سبمرجد ارك ولدد بايب. سبمرجد ارك ولدد بايب ده شايف الحمل ده بيبقى فيه سلك الحمل، فطالما حطينا سلك الحام في الموضوع يعني في فيلر حطيناه، فهي تبقى سبمرجد ارك ولدد بايب، يعني في فيلر انا كنت بحطها، يعني انا الحمها بسلك الحام. ودي نوعين، يا هي ستريت سبمرجد ارك ولدر، ستريت ده اللي احنا بنقول عليها لونجيتيود اللي هو السيم بتاعه طولي، وده حاجه من اثنين، يا شريط لحام واحد يا شريطين لحام زي ما اتكلمنا عليه المره اللي فاتت قلناه. وفي نوع منه تاني اللي هو الحلزوني زي اعمده الاناره اللي بنعملها في الشوارع، وده مش ريكومندد في شغل البايبنج خالص. وفي نوع تاني من البايبات اللي هو الكتريك ريزيستنس وولد بايب او الكتريك فيوجن وولد بايب، ودي نفس القصه بس مفيش هنا سلك الحام خالص. انا الفكره كلها ان انا بطبق جهد كهربي او بطبق حمل حراري عليهم، فبيحصل فيوجن لمنطقه اللحام فبتتلحم بدون سلك الحام، يعني ما بضيفش اي اضافات. ده الفرق ما بين ده وده. وكان يهمنا نقطة احنا تجاهلناها المرة اللي فاتت او نسيناها، اللي هي الاند بتاعت البايب. البايب اند تايبز احنا عندنا حاجة اسمها بلين اند، وحاجة اسمها بيفل اند، وحاجة اسمها ثريدد، وحاجة اسمها سوكيت اند سبايجود اند، وحاجة اسمها فلانجد اند، وحاجة اسمها باترد اند. يعني الكلام ده كله تعالوا نتناول. الاند البلين اند اللي هي يعني نهاية عامية ما فيهاش أي حاجة، هو البايب مقطوعة وطالعة، دي بنسميها بلين اند. ودي بنشتغل عليها بعد كده، يعني لسه بقى ايه، لو انا هلحمها فبقطع فيها بعمل البيفل بتاعها، لو انا مش هلحمها هعملها لغوص فهدخلها على المكنه بتاعت الثريدنج ماشين واعمل فيها لغوص وهكذا.
فدي بنسميها بلين. بلين يعني ايه؟ يعني عامية، يعني مش معمول فيها اي حاجة. النوع الثاني اسمه بيفلد اند. بيفلد اند معمول لها شفة، والشفة دي بتتعمل على حسب الازم ستاندر، والازم ستاندر بيديك بقى سماحيات اللي هي لو هي زاوية 30 او هي زاوية 60، وطبيعة اللحام والتخانة، يعني لها تفاصيل كتير جدا الجماعة بتوع الكواليتي بيوجعوا لنا فيها. لكن الشاهد من القصه ان احنا بنستخدمها، بنعمل بيفل ده عشان احنا هنعبي الحام مع البايب اللي قصاده، فبنسميها بات ويلدد بايب، فبنسميها بيفل اند، وهي احنا بنستخدمها عشان البات ويلد. وايه البات ويلد فيتنج؟ دي اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله بيد معاك. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ هي بيفل اند زي ما حضرتك شايفه كده، بيبقى معمول لها زاويه، والزاويه دي ب 30 و30 الجهه الثانيه، بتعمل لك حرف في كده 60، بنعبي الحام. طيب النوع الثالث اللي هو ثريدد، بجيب البايب والوزن، وتبقى ثريدد كونكشن زي ما حضرتك شايف كده، وبيبقى ثريدد بين، يعني معموله متلوزه ذكر، وبنجيب جلب انتايه ونربطهم في بعض، ويبقى كده عملنا الكونكشن بتاعنا. طيب ودي عيوبها، الراجل هتلاقي كده لك عيوبها، انا مش مهتم بالتفاصيل دي، لكن عيوبها ان هي كونكشن ضعيفه، وما بتستخدمش في الضغوط العاليه، وصعب جدا ان انت تضمن الجوده بتاعتها، ولازم تشيك عليهم جونطه جونطه. وعشان تربط بايب ببايب لازم يبقى عندك فيتنج في النص اللي احنا بنسميها جلبه. في عندنا في الشغل بتاع الفايبر جلاس او الار تي ار بي او حتى البلاستيك البي في سي، بيبقى عندنا حاجه اسمها السوكيت والسبايجوت اللي هو او سبايجوت اللي هو ايه، بيبقى عندك جوان بتحطه في النص، وذكر وانتهي بتعشقهم في بعض، بتدخلهم في بعض فهي بتمسك خلاص. واحيانا بيبقى في الار تي ار بي تحديدا، يعني بيبقى في مكان ان انت تحط صابون كمان اللي هو بتسميه كي، ان هو يمنع ان هي تتفتح تاني. يبقى دي انواع الكونكشنز اللي احنا هنتعرض ليها كتير جدا في البايبنج، وخصوصا جوه البرنامج، فانت لازم تكون عارف ان الكونكشنز بتاعتك هتعمل ازاي. تعال نرجع ليهم تاني ونتفق على شويه اتفاق. اولا البلين اند بتركب على اي حاجه. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت في البرنامج وقلت له البايب ده بلين اند، ورحت حطها على حاجه ملوظه، هيوافق ان هي تخش على حاجه ملوظه. ليه؟ لانه هيفترض جدلا ان انت كده مطلوب منها ان هي تتلوظ في السايت، مفيش اي مشكله. طيب لو هي بات ويلدد اند، بات ويلدد اند يعني لازم الفيتنج اللي قصادها تكون بات ويلدد اند، يا رب بيفل. بيفل دي يعني ايه؟ يعني لازم البايب اللي قصادها يكون حاجه من الاثنين، يكون سوكت ويلد يعني في جلبه فيها خلوص في النص، والبايب ده هيخش جواه من الحمى، ويلد البرنامج بيقبلها، لكن البراكتس مش كده. البلين اند بس اللي بنشتغل فيها السوكت ويلد، يعني ايه؟ يعني بدخل البايب جوه السوكت ويلد، وهوريكم تفاصيل كمان شويه، وبنلحم. طيب البيفلد قلنا ان هي ما بتستخدمش فقط غير في البات ويلد، فما تروحش في البرنامج وتروح تجيب لي حاجه سوكت ويلد وتدخلها على بيفل اند وتتوقع ان البرنامج هيفهمك، مش هيفهمك خالص. او تجيب له مثلا بيفلد اند وتدخله على حاجه ثريدد، هيعمل لك كونكشن ايرور ومش هيفهمك خالص، وهنتعرف لها كمان شويه. الحاجه الثانيه هنا برضو نفس القصه، لابوز ذكر ونتايه، فالنتايه لازم تركب على ذكر، ما ينفعش اركب ذكرين على بعض او نتايتين على بعض، نفس القصه. نفس القصة في السوكت والسبايجوت. السوكت والسبايجوت يعني ذكر وانتهى وبيخش عشو ومعشو، فما تحاولش بقدر الامكان تقول للبرنامج او تقول لاي بني ادم في الدنيا ان انا هركب ذكر على ذكر كده. عارف شو في نوع تاني من انواع الكونكشن اسمها فلانجت كونكشن، ما تجيبليش برضه جوه البرنامج فلانجت كونكشن زي كده وتروح تركبها على بيفل اند، هو لازم الفلانجه بتربط على فلانج عشان اعرف اركب المسامير بتاعتي. يبقى في برضه عندنا حاجه اسمها الفلانجد اند، وهي بتبقى الفيتنج او بتبقى البايب، وفي نهايتها فلانجه، وبتجيب فلانجه ثانيه وبتربط عليها. ودي لها مميزات كتير جدا، ان هي مثلا ما بتحتاجش الحام في الموقع، وبالتالي لو المنطقه فيها مخاطر حريق فانت بتربط شويه مسامير، ما فيش اي اعمال لحام، يعني اعمال بيسموه تور بيرميت اللي هو يعني اعمال ساخنه. الحاجه الثانيه انه سهل جدا في فكه وتركيبه، وعمل الصيانه بتاعه سهل، وعمل التنظيف بتاعه، يعني لما بيبقى عندك خطوط تشوكبول او قابله للكتم فيها ماده بتتسلط وكده، فبنعمل لها الكونكشن دي عشان ننظف من جوه. والحاجه الثالثه انه بتسهل عليك الدهان، ودلوقتي التطور اللي حصل في الدهانات بيخليك حتى في بعض الابلكيشن او في معظم الابلكيشن اللي كنا زمان بنحط لها ستانلس وبنحط لها كوبرنيكل وبنحط لها حاجات غاليه جدا، ممكن تحط لها كربون ستيل وتدهنه بانواع دهان معينه، فالامور بتمشي وبتبقى زي الفل. اخر نوع من انواع الكونكشنز اللي هو بنسميها الباتريس اند. الباتريس اند دي هقول لك ابسط مثال ليها اللي هو السايد جلاس. يعني بيبقى عندك مثلا في الفيتنج في البايب ان انا عايز اشوف الفلو وهو ماشي، فعشان اشوف الفلو وهو ماشي بعمل ايه؟ بجيب فلانجه وفلانجه واحط ما بينهم بايب ازاز صغيره كده، فالبايب الازاز لا بتتربط ولا بتتقلوص ولا بتتعمل فيها اي حاجه، فبيحط لها جوان ويربطهم على بعض بالكبس كده، فهي باتريس اندز دي اللي هي يعني مكبوسه في بعضها كده، هي في وصله في النص مكبوسه في بعضها، ودي بتبقى يعني ما بتشيلش ضغوط خالص، ده هي بس فلو انديكيشن ان انت تبص عليها كده تشوف انه في حاجه ماشيه في النص.
يبقى احنا كده تعرضنا لعمل انتجريشن بتاعه البايب. طيب هنخش على الحاجه اللي بعد كده. زي ما قلت لحضرتك الموقع ده رائع بصراحه، لو سمحت ضيع شويه وقت واتفرج على الفيديوهات اللي فيه بشرح لك كل حاجه. يعني انت لو جيت على البايبنج وقلت له البايب لاينز او اللي احنا البايبنج اللي احنا بنتكلم عليها، هيكلمك عن حاجات كتير جدا من فيها الانسبكشن بتاعت البايبات والكلر كودنج والبايب سكيدجول اللي احنا اتكلمنا عليه والسايزنج والسكيدجول، وده اللي احنا بنغطيه في كلامنا برنامج بايب داتا. هذا هو بايب باي سكيدجول، ونفس القصه قلت لك انه البايب سكيدجول هو اصطلاح بس حطيناه عشان نحدد السيكونس بتاع البايب، وبقى عندنا حاجه اسمها ايه جدول 5 اس وجدول 5 وجدول 10 اس وجدول 10 وهكذا. الحاجه الاخيره اس دي معناها ان هي شغاله على الستلس بس، على الستلس والكبرنيت، ما بتبقاش ابليكابل على الكاردوست. الشاهد من القصه يا باشمهندس انه اتعرفنا في الموقع ده انه عندك تفاصيل كتير جدا على البايب، لو سمحت خش عليهم واقراهم واحده بواحده. كل ما تفتح واحده من دول هتلاقيه عامل لك فيديوهات وشرح لك كل التفاصيل بتاعتها. انا يهمني كتير جدا ان انت تراجع الكلام ده وتسمع. طيب هنبدا نشتغل على البايب فيتنج، وتعالى نروح نتكلم على البايب فيتنج، بس احنا هنتكلم عليها واحده بواحده. اول حاجه عايز اكلمك عليها اللي هو الالو. تعالى نروح نشوف البايب فيتنج كلاسيفيكيشن. البايب فيتنج هيبقى عندنا حاجه اسمها الالبو، حاجه اسمها 180 درجه بين، حاجه اسمها تي كروس الكاب ريديوسر. هنتكلم عن كل حاجه من الحاجات دي بالتفصيل لكن جوه برنامج بايب داتا عشان اريحك كتير. ودايما هنتفق على شويه حاجات. انا عشان اوصف اي بايب محتاج اول حاجه هنركنها على جنب ومش هنتكلم بيها خالص دلوقتي هو الماتيريال، مواصفات الماتيريال بتاعتك. يعني ايه؟ يعني اول حاجه هتقول الماتيريال دي مصنوعه من ايه؟ دي اللي احنا هنغض الطرف عنها. الحاجة الثانية البايب محتاج مواصفتين عشان اعرف البايب، يعني لازم اقول السايز بتاعها دي والسكيدجول كام. فانا لما اقول لك بايب 6 بوصة سكيدجول ستاندر يبقى انت فاهم 6 بوصة سكيدجول ستاندر اللي هي بتاعت الدايمنشن دي كلها، ان السيجنس 11 ب 100، الاوتر دايمتر 168 و3، اللينر دايمتر كذا وهكذا. معايا؟ طيب انا لو قلت لك 6 بوصة سكيدجول ستاندر او سكيدجول 40، انت عايز تعرف الريفيرنج ستاندر اللي انا بتكلم عليه، فدايما بعقبها بكلمه ثانيه عشان يبقى كلامي واضح. فبقول لك ايه؟ بايب 6 بوصه جدول 40 از بير از مي بي 36.10 ام اللي هو الستاندر اللي كاتب لنا الابعاد دي. فانا لما اعمل ريفير ليها يبقى الراجل فاهم كويس جدا ان الابعاد بتاعته هي جايبينها منين؟ من الاز مي بي 36.10 ام او 19 ام اللي هو سنه 2018. يعني المواصفه هنا ايه؟ بتكلم على بايب سكيدجول وبايب سايز، وطالما قلت الاثنين دول لو سمحت تعمل ريفير للستاندر اللي انت جبته منه الدايمنشن دي. الحاجه الوحيده اللي انا بقول لحضرتك ان احنا هنتجاهلها الفتره الجايه كلها اللي هو بقى الماتيريال كلاسيفيكيشن. بنقول ايه؟ ان دي بايب سايز 6 بوصه سكيدجول 40 از بر از بي 36.10 ام وبعدين كوما، ونقول ان الماتيريال بتاعتها مثلا سي اس تي ام اي 105 جريد بي على سبيل المثال. يبقى انا حددت ايه؟ حددت الماتيريال طبيعتها ايه؟ وحددت البايب سايز كام، حددت سكيدجول كام، وحددت انا جايب الكلام ده كلاته من مرجع ايه. يبقى انت عندك ستاندردين هنحطهم في كل مواصفه من مواصفات اي بايب كومبوننت، بايب فيتنج، بايبنج، اي حاجه من الحاجات دي. لازم احط الازمي والاستم. الازمي اللي هو بيحدد لي الدايمنشن انا جايبها منين، والاستم اللي هو بيحدد لي الماتيريال كومبوزيشن بتاعه. يبقى دول هيتحطوا في كل حاجه. الحاجة التانية الحاجات اللي هتلاقيها مكتوبة هنا واللي هو السايز والسكيدجول، كل حاجة بنعرفها بأكتر من مكون. فأنا لما أقول مثلا 6 بوصة جدول 40 يبقى أنا عارف إن الدايمنشن بتاعتها إيه؟ جاية من الأزمي بي 36.10، فأنا هخش على الأزمي بي 36.10 إم وأخش على السايز 6 بوصة جدول 40 هلاقي الدايمنشن ده كلها موجودة. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب يبقى دي كده البايب. الأزمي اللي هو 36.10 إم ده بيكفر لك لغاية سايز 24 بوصة، فأنت لو جيت هنا هتلاقي 24 بوصه. احنا شغالين على نفس الستاندر. طب خش على الستاندر اللي بعديه اللي هو 28 بوصه، هتلاقيه غير لك، هتلاقيه بيقول لك ايه؟ انه الازمي 36.10 ام و19 ام ما كفروش الستاندر ده. طب الستاندر ده فين؟ روح لو سمحت هات الستاندر مثلا، هتلاقيه عامل لك ايه؟ هتلاقيه كتب لك انه الازمي بي 36.10 ام و19 ام كفروا لك السايز ده. احنا قلنا ان هو بيغطي لغايه 24 بوصه بس. فهو الدايمنشن دي كلها جايبها منين؟ طيب خلينا نراجع الازمه تاني ونشوفها فين. طيب يبقى احنا اتفقنا ان دي البايب والسايز بتاعها. الحاجه الثانيه ايه المواصفات الفنيه اللي هو بيحطها لك؟ بيحط لك حاجه اسمها سايز بالبوصه وحاجه اسمها ان بي اس. ان بي اس اختصار للنومينال بايب سايز. نومينال بايب سايز ده هو اصطلاح عرفوه
بعض الاحيان يبقى هو الانر دايمتر، بعض الاحيان يبقى هو الاوتر دايمتر، لكن هو ده العرف اللي احنا بنقوله في السوق. لما اقول لك مثلا باي ب 4 بوصه او 5 بوصه، انت لو جبت الانر دايمتر او الاوتر دايمتر فيها ممكن ما يطلعش 4 بوصه او 5 بوصه، لكن النومينال بايب سايز بتاعها وحاجه في النص كده هو ال 4 بوصه او 5 بوصه، فتلاقيه مثلا ايه فوق شويه او تحت شويه. فده اصطلاح برضه عملناه ان نقول ان البايب دي 4 بوصه ب 4 بوصه، ده اللي هو ايه الانر ولا الاوتر؟ لا هو لك النومينال بايب سايز اللي هو البور بتاعها العمق بتاعها. وهتلاقي كاتب لك هنا ان الويت بتاع البايب دي عامله 248.5 كيلو جرام للمتر الطولي، يعني كل متر طولي وزنه هذا الوزن بتاعه. عشان الحسبه دي لما بتيجي تجيبها بتجيبها منين؟ هي كالكوليشن بسيطه خالص، بس انا قلت لحضرتك ان الاصطلاح اللي احنا حطيناه ما توجعش قلبك فيه، كل التفاصيل بقت الاسبحه بتتعرض. طب انا عايز اعمل مثلا اللود بتاعتها لما اجي ادخلها، انت متخيل لما بنيجي مثلا في برامج الديزاين اقول له بس ان انا البايب دي عاملها على حسب الازمي بي 36.10 ام، هو عارف دلوقتي ان الوزن الطولي كام كيلو جرام، ولو عباها بميه يبقى الوزن الطولي كام كيلو جرام، اللي هي 1110 كيلو جرام للمتر الطولي. فبقى عنده الهيدروتست ويت والبريشر ويت، الهيدروتست ويت والامبيت ويت، يعني عنده الوزن وهي فاضيه والوزن وهي متعبيه ميه اثناء الهيدروتست. فانت لما تقول له بس اعمل لي الديزاين كالكوليشن ده عند الهيدروتست بريشر او عند الهيدروتست كونديشن، كل اللي هيطلبه منك ضغط الهيدروتست بتاعك يبقى كام. فانت لما تقول له الضغط هو يحسب كل حاجه ويبقى عنده البارامترز دي كلها، وكلها موجوده على حسب ايه؟ على حسب الاسم بتاعك. طيب تعالى هنروح للفيتنج، وزي ما اتفقنا احنا قلنا انواع الفيتنج على حسب الان اللي احنا اتكلمنا عليها، هيبقى في بات ويلد فيتنج وفي ثريدد فيتنج وفي سوكت ويلد فيتنج، وهنتكلم عليهم واحده بواحده. تعالى نروح لبات ويلد فيتنج ونبدا ناخدهم من اول الالبو. عندنا في حاجه اسمها بات ويلد البو 45 درجه، الالبوهات سايزات مختلفه وانواع مختلفه. فاحنا اول نوع هناخده عندنا اللي هو الالبو 45 درجه، بيسموه احيانا في السوق ايه؟ كوع ايه؟ مش فاكر والله اسمه، ما عليك. فهو الكوع ال 45 درجه، هو ده الكوع ال 45 درجه، وبيبقى له بيفل من الجهادي وبيفل من الجهادي، وطالما ليه بيفل من الجهادي وبيفل من الجهادي يبقى انا اجمعه مع البايب والحمل بزاويه 45 درجه. وزي ما اتفقنا برضو انه الاصطلاح اللي انا محتاجه عشان اعرفه بعرف منه ايه؟ اول حاجه اسمه، فانا بقول له بات ويلد البو 45 درجه، وبات ويلد البو 45 درجه يبقى انا كده حددت انه 45 درجه وان هو ال. الحاجه الثانيه اللي هو السايز بتاعها، فانا بختار السايز. والحاجه الثالثه السكيدجول، فانا بختار السكيدجول بتاعه. السكيدجول ده بيحدد لي ايه؟ بيحدد لي تخانه الماتيريال بتاعته نفسها كام، نفس ما اتفقنا اللي هو الثيكنس. والسايز بيحدد لك السايز بتاعه والمواصفات الفنيه بتاعه اللي هو بطول 45 درجه. ماشي يا باشمهندس. والدايمنشن دي كلها احنا ماشيين عليها على حسب مين؟ هتلاقي تحت كده وكاتب لك على حسب الازمي بي 16.9 لسنه 2018. فانت كل الدايمنشن اللي عليك ده ايه؟ والمواصفات الفنيه بتاعته احنا جايبينها من الاس بي 16.9. وهتلاقي الجدول بتاعه بيتراوح من اول 5 او 5 اس لغايه دبل اكس سترونج اللي هو اكس اكس اس. نفس القصه هتلاقيك بتجيب كل التفاصيل بتاعك، واللي هيفرق معاك هنا هو مش هيديلك السكنس وان كان موجود في الازمي، لان هو نفس السكنس بتاع البايب. يعني انت لو رحت البايب 6 بوصه وقلت له سكيدجول دبل اكس سترونج هيكتب لك السكنس، هو نفس السكنس ده لانه الاثنين لازم يتكبروا. طيب الحاجه الثانيه هو البو بات ويلد البو 90 درجه. الالبو 90 درجه زي ما حضرتك شايف كده، بس عندنا نوعين من الالبو 90 درجه. في عندنا حاجه اسمها ال ار يعني اللونج ريديوس، وحاجه اسمها اس ار اللي هو بعديه شويه على طول يعني شورت ريديوس. ال ار والاس ار لازم تعرفها انه الكيرفتشر ريديوس اهو، شايف زاويه الانحناء بتاعه او احنا حاودين بيه على ايه؟ اللي هو اللونج ريديوس بيبقى 1.5 دي، يعني 1.5 مضروب الدايمتر بتاعه. الدايمتر بتاعنا هنا كام؟ 6 بوصه، يبقى الراديوس اوف كيرفتشر ده هو 1.5 ضرب 6 بوصه، يجيب لك ايه؟ الراديوس اوف كيرفتشر بتاع البندنج او الاكس بتاعه ده. والدايمنشن دي على حسب مين؟ على حسب الازمي بي 16.9. طيب انا عشان اوصف اي كوع لازم عندي ثلاث حاجات اكتبهم، لازم اقول ان هو بطول ديلبو رونج راديوس والسايز بتاعه 6 بوصه والسكيدجول ستامب. وما تنساش ان انت لازم تعمل ريفير للازم ستاندر بتاعك عشان تجيب الدايمنشن دي، وللاستم ستاندر بتاعك عشان تجيب الماتيريال كومبوزيشن بتاعه. طيب في عندنا حاجه ثانيه اسمها بات ويلد البو 90 ديجري شورت راديوس. شورت راديوس يعني ايه؟ يعني الراديوس اوف كيرفتشر ده هو 1 دي، يعني 1 مضروب في الدايمتر على طول. يعني احنا لو قلنا ان الدايمتر ده 6 بوصه، لو ده 6 بوصه يبقى الراديوس اوف كيرفتشر ده 6 بوصه. تحط نقطه السنتر ده وترسم خط على الانحناء 6 بوصه، يبقى ده ايه؟
الريديوس اوف كريفتشر بتاعك اللي انت الانحناء بتاعك. وزي ما اتفقنا عشان برضه نوصفه لازم نكتبه زي ما هو كده كده، لو سيبت بوزون من البايب سايز بات ويلد 90 درجه شورت ريديوس البو وسكيدجول ستاندر اللي هو نفس الحاجات اللي فوق ده، واعمل ريفير للازم ستاندر اللي انا شغال عليه فاقول از از بير ازمي بي 16.9. وبعدين الماتيريال ده هيبقى حديد ولا ستانلس ولا كبر نيكل ولا الكلام ده كله، فبنعمل ريفير للاستم ستاندر اللي بيكفر للمواصفات الفنيه بتاعته. طيب عندنا في حاجه اسمها ريتيرن او 180 درجه البو، بيسموه 180 درجه البو او ريتيرن اللي هو قدام حضرتك ده. وزي ما اتفقنا هو برده في منه نوعين، لونج ريديوس وشورت ريديوس. اللونج ريديوس هتلاقي ريديوس اوف كريفتشر اللي هو نص الدايره ده هو 1.5 في الدي، الشورت ريديوس هتلاقيه هو الدي نفسه. طيب وده على حسب مين؟ على حسب الازم بيسك ستيم بوينت 9. طيب تعال نرجع لورا شويه كده ونقول ايه الفرق ما بين اللونج ريديوس والشورت ريديوس. بص الشورت ريديوس دايما بنستخدمه في اضيق الحدود لانه الريديوس اوف كريفتشر انت عملت انحناء بسرعه جدا، فالفلو اصلا لما انت بتحط فيتنج لو تفتكروا ايام ما كنا بندرس اللامينر فلو والتربلاند فلو كان دايما عندنا مشكله مع الحوده او مع البند انه بيحصل تربلاند للفلو فيها، ودايما كنا بنوسع الحوضه كده خصوصا في السرعات العاليه عشان ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش فايبريشن عالي نتيجه لللامينر فلو اللي التربلانت فلو اللي اتحرك، يعني هيحصل تربلانت فلو عشوائيه في الـ في الـ في في مسارات التدفق بتاعتك، بتعمل فايبريشن وبتعمل مشاكل كتير جدا وبتعمل ستريسز على مكان بتعمل ستريسز على مكان القلب منها. فالشورت ريديوس مش ريكومندد في البراكتس بتاعنا الا اذا زنقت، يعني انا مثلا عايز احط الخط بتاعي في منطقه فيها ترافيك عالي جدا او فيها مشاكل كتير وعايز اخد البند بتاعتي بسرعه، فايه بدا نروح للشورت ريديوس. بخلاف كده ات از نوت ريكومندد، مش مستحب خالص ان انت تستخدم الشورت ريديوس، دايما بنروح لللونج ريديوس. نفس القصه في الريتيرن، دايما بنروح لللونج ريديوس ان احنا بنعمل الريتيرن بتاعنا عشان نضمن انه ما يحصلش تربلنت فلو، نشتغل دايما على اللامينر فلو لانه زي ما حضرتك عارف ان التربلنت فلو هيعمل لك فريكشن وهيعمل لك لوزز وهيعمل لك دوشه كبيره جدا وهيعمل لك بريشر دروب كبير قصه يعني. طيب انا عايز اللونج ريديوس او الشورت ريديوس الدايمتر بتاعها والدايمنشن بتاعها بجيبها منين؟ بجيبها زي ما حضرتك شايف كده من الاس بي 16.9 وزي ما حضرتك شايف. في عندنا حاجه اسمها ايكوال تي، الايكوال تي اللي هو التي بتاع حضرتك زي ما حضرتك شايف كده، السايز اللي هنا هو نفس السايز ده هو نفس السايز ده، وكل السايزات دي انا جايبها منين؟ جايبها من الازمي بي 16.9 وبنسميه بات ويلد ايكوال تي. ليه بات ويلد؟ هقول لحضرتك كمان شويه لانه عندنا في حاجه اسمها سوكت ويلد وحاجه اسمها ثريدد وهنلاقي ليها مواصفات فنيه مختلفه تماما. يبقى دي المواصفات الفنيه او الدايمنشن بتاع الايكوال تي ده، بس كل اللي يهمنا ان انت تعرفه. في عندنا حاجه اسمها بات ويلد ريديوسنج دي. الريديوسنج دي يعني ايه؟ يعني السايز اللي هنا غير السايز اللي هنا. طب انا طالما في سايز هنا وفي سايز هنا ما ينفعش اقول له والله هو 6 بوص، لا انا لازم اقول 6 على كام؟ فهو مثلا 6 على ال 4، يعني الخط الرئيسي هنا ده 6 بوصه وده 6 بوصه، والجهه دي هتطلع على 4 بوصه زي ما حضرتك شايف كده. فانا بقول ايه؟ هو بات ويلد ريديوسنج دي، والسايز الاولاني 6 بوصه ومضروب في السايز الثاني 4 بوصه، وبيبقى مفهوم اصطلاحا كده ان ال 6 بوصه هم الاثنين اللي قصاد بعض، وال 4 بوصه هو اللي قصادهم اللي هو البرانش اللي طالع منه اللي احنا بنسميه بالعربي ولد. والسكادجول ده اللي هو السيكنس بتاعك اللي هو دايما بيبقى ماشي مع البايب بتاعك ماشي. ونفس القصه الاصطلاح ده او دايمنشن اللي جايبينها منين؟ هي من البي 16.9 اللي هي بتاعت البايب فيتنج. في عندنا حاجه اسمها باتول دي كاب. كاب دي لما باجي في نهايه الخط عايز اقفل البايب، ما باجيش مثلا ايه سيت اب شوت تراب، فاكيد لها بروسيجر معين بقفلها بيه. فدي عندنا حاجه اسمها اند كاب. طب بنقولها حتى طب اند كاب دي باتول يعني باللحام، بتيجي في نهايه الخط وتقوم لحمه، وده القطاع بتاعها والدايمنشن بتاعتها هي 89، والستاندر بتاعك او السكادجول بتاعك ده بتجيبه من البايب اللي هو نفس السيجنس بتاع البايب اللي هتجمع عليها، وكل اللي مطلوب منك ان انت تقول له 6 بوصه بات ويلد كاب سكادجول ستاندر وتعمل ريفير للستاندر اللي شغال عليه بس كده، وهتخش بقى تخش على الميدل. يبقى دي حاجه اسمها ايه؟ بات ويلد كاب اللي احنا بنقفل بيها البايب. طيب عندنا في حاجه اسمها الكونسنتريك ريديوسر والايسنتريك ريديوسر. الكونسنتريك ريديوسر اللي هو زي ما حضرتك شايف كده انه مثلا السايز اللي عندي هنا 6 بوصه وبيعمل ريديوسنج على 4 بوصه من الجنب الثاني، لكنه كونسنتريك هو محافظ على الاكس المحور الرئيسي بتاع الخط. يعني البايب دي والبايب اللي هنا الاثنين على نفس الاكس على نفس المحور وطلع منها، فما فيش اوف سيت بيحصل للخط، وده بنستخدمه في تطبيقات كتير جدا وخصوصا في طرد الترمبات، وان كان المشهور في سحب الترمبات الاسنتريك اللي احنا هندرسه من شويه.
بس انا اللي يهمني ان انت تعرف دلوقتي ان انت تعرف ان ده كونسنتريك ريديوسر. يعني ايه كونسنتريك ريديوسر؟ اللي حضرتك شايف الشكل ده، وده بنوصفه ازاي؟ بقول له ان هو 6 على 4 من البايب سايز، وان هو الاند كونكشن بتاعته بات ويلد، فانا بكتبها بي دبليو، وان هو كونسنتريك ريديوسر، وسكيدجول ستاندر اللي هو السيكنس بتاعك من هنا ومن هنا هو ماتشنج. ولازم تبقى عارف حاجه كويسه جدا. بص يا باشمهندس، عندك الاند كونكشن هنا السايز بتاعها كام؟ 6 بوصه. تعال نكبر شويه، دول مثلا هو 16 على 8. 16 على 8 الاند كونكشن هنا كام؟ 16 بوصه، والاند هنا 8 بوصه، والسكيدجول بتاعه 6 بوصه. السكيدجول بتاعه ستاندرد. فانت لو جيت للبايب ال 16 بوصه هتلاقي السيكنس بتاعها مثلا مختلف تماما عن السيكنس اللي هنا. فهتلاقي ان هو بيعمله بطريقه السباكه، وان السيكنس من هنا مختلف عن السيكنس من هنا. فانت ما تجيش تقيس من الجهاد وتقول والله السيكنس بتاع الريديوسر كلاته 10 مللي، لا، السيكنس بيبقى هنا مختلف عن السيكنس بيبقى هنا، لان السيكنس هنا بيبقى ماتش مع البايب 16 بوصه، والسيكنس هنا بيبقى ماتش مع البايب 8 بوصه. فخلي بالك من حاجه زي كده. في عندنا حاجه اسمها اي سنتريك ريديوسر، اللي هو ايه؟ محافظ على البوتوم اوف فايب، يعني الاكس بتاع البوتوم اوف فايب ماشي يعني البايب من تحت ماشي على نفس المحور، فبيعمل لك اوف سيت للسنتر بتاع البايب اللي هو كام؟ 27 مللي اوف سيت، وهوريها لك في البرنامج ان شاء الله واحنا شغالين. بقى فايدته ايه؟ ده له فوائد جدا هنتكلم عليها في وقتها، لانه على حسب التطبيق اللي انت بتشتغل فيه بيعمل لك قصه. يعني لو هو في سحب ترومبا، لو هو في طرد ترومبا، لو انت عايز تضمن انه مفيش هواء يخش على الخط، لو انت في نهايه تدخل ترومبا مثلا وعايز تضمن ان الهواء ما يخشش على البومب، فبتعمل ايه؟ ستريك ريديوسر زي ما حضرتك شايف كده، وتسحب من هنا وتضمن ان الجاب بتاع الهواء بيتجمع في المنطقه دي ما يخشش على البومب، وهكذا. له تطبيقات كتير جدا هنتناولها ان شاء الله في وقتها، وهنتناولها بتفصيل ان شاء الله. طيب، يبقى ده مواصفاته الفنيه اوصفه ازاي؟ فبقول والله ان هو 6 على 4 اي سنتريك ريديوسر، والاند كونكشن بتاعته هي بات ويلد. بات ويلد يعني ايه؟ يعني هو المفروض يوردها لي، او المصنع يسمع لي بيفيلد. انا لو قلت له بات ويلد يبقى هو عارف انها هي بيفيلد، او لو قلت له بي في اللي هي بيفيلد، هما الاثنين نفس الاصطلاح، لانه البات ويلد ده طريقه اللحام، والبيفيلد ده تحضير النهايه للحام، فالاثنين نفس الاصطلاح. وزي ما قلت لحضرتك انه السكيدجول بتاعه هيبقى ستاندرد، وستاندرد ده معناها ان السيكنس هنا مختلف عن السيكنس هنا، السكشن ده مش حقيقي، وبترجع للازمه بي 16.9 فيه. طيب، الحاجه الثانيه دي هنتناولها كمان شويه لما اقول لك الفلانجات، عشان بس ما تتلخبطش معاك. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الالبو وعن التي. الكلام ده كله موجود فين؟ تعال نرجع تاني المنيو ونقول له الفيتنج. ده كله البات ويلد. طب ما تيجي نخش في الثريدد فيتنج. ايه الثريدد فيتنج ده؟ هو نفس الفيتنج اللي احنا اتكلمنا دي كلها، بس الاندو كونكشن بتاعته دايما هتبقى ايه؟ مع الوسط، بس هيبقى فيه تفاصيل كتير شويه، لانه على حسب الالواز ذكر بره ولا يعني هنا ذكر ولا انتهى، وهنا ذكر ولا انتهى، هتلاقي في اختلافات كتير. فتعالى نجيبهم برضو واحده بواحده. فعندنا الاصطلاح بتاعها، الاصطلاح بيصطلح انه هي لازم اقول ان هو ثريدد فيتنج، فبقول له ثريدد، وان هو 90 ديجري البو، فيبقى الالبو بتاعي زاويته ده 90 درجه، وان السايز بتاعه 2 بوصه، والريتنج هتلاقيه مختلف شويه، هو مسميه تسميات مختلفه، فهتلاقي عامل لك مثلا هاشتاج 2000، انه الريتنج بتاعه بريشر ريتنج 2000 او 3000 او 6000 او 9000. ده ايه؟ ده نفس القصه، اصطلاح عملته الازمه عشان يفرقوا ما بينه وما بين البات ويلد فيتنج. هناك كنا بنعمل ماتش مع البايب، فكان نفس السيكنس بتاع البايب انا ملتزم بيه عشان اعرف الحمهم في بعض، هنا لا والله الموضوع ذكر وانتهى، وده قصه الوظه بربطه، فعشان اجيب السيكنس ده والقصص دي كلها بيعمل له ايه؟ ان هو كلاس 2000 او كلاس 3000 او كلاس 6000 او كلاس 9000، اللي هو درجه التحميل بتاعه، محمل او محمل قوي. وهتلاقي دايما حاطط لك السيكنس هنا، يعني مثلا ال 6000 السيكنس بتاعه 12.09، ال 2000 السيكنس بتاعه 4.27. هو اصطلاح بس للسيكنس، نفس القصه بتاعت السكيدجول، هو ده الريتنج. تمام يا باشمهندس؟ وده 90 ديجري البو، وده في ميل كونكشن من جهادي، في ميل كونكشن من جهادي. والاصطلاح بتاعه بنعرفه ازاي؟ بقول له ان هو 2 انش نومينال بايب سايز 3 90 ديجري البو، وبعمل علامه الشباك 2000، او بقول ريتنج 2000 معايا. والدايمنشن ده انا جايبه كلها منين؟ من الازمي بي 16.11. يبقى انا كده وصفت الالبو بتاعي، وان الاند كونكشن بتاعي 3 ديت، فانا قلت اول كلمه ايه؟ 3 ديت، ما تنساش. عشان كده لازم لما تيجي تكتب تبقى عارف تقول له بات ويلد كونكشن ولا 3 ديت ولا سوكيت ويلد، هنتناولهم كمان شويه. في عندنا حاجه اسمها ثريدد 45 ديجري، نفس القصه بتاعت الثاني، هو 45 درجه، والدايمنشن هنا كام والدايمنشن هنا كام، هو نفس القصه بتاعت اللي هناك. والريتنج لو غيرت هتلاقي ايه؟ الدايمنشن دي السيكنس بيزيد، وطول الالوز بيزيد عشان يعرف يعمل.
وده الاصطلاح بتاعه. طيب عندنا حاجه اسمها ايكوال تي ثريدد، ده نفس القصه اهو. ثريدد تي زي ما حضرتك شايف، تو انش نومينال بايب ثريدد تي، وبتحط الريتنج بتاعه يا 2000 يا 3000 يا 6000 وهكذا، نفس القصه. وده المنظر بتاعه، هو ايكوال تي عادي خالص لكنه ثريدد كونكشن. في عندنا حاجه اسمها ثريدد كروس، دي ما شفناهاش في البايبات لانها استخداماتها قليله جدا، وهو موجود موجود في كل حاجه لكن استخداماتها قليله جدا، وان شاء الله هوريها لك، بس هتلاقيها الازمي ما اعتمدتهاش. ده الكروس وده الدافينشي بتاعتها، وما عندكش اي مشكله فيها، واعرفها بس، انا يهمني بس ان انت تعرف الحاجه دي. في حاجه عندنا اسمها ستريت، ده الحاجات بقى اللي بتختلف شويه، انه مثلا ده قلبه 90 درجه بس الجهاد ذكر والجهاد انتهى، فده بنسميه ايه؟ هتلاقي كاتب لك كده ايه؟ ستريت قلبه، ستريت قلبه. ستريت قلبه ده انت ممكن تكتبها برضه 90 ديجري قلبه، وان سايد في مين وان سايد مين، هي نفس الاصطلاح، وصفها زي ما توصفها، المهم تبقى انت عارف انت طالب ايه وايه اللي انت عايزه. والميزه بتاعت الثريدنج انه القصه كلها بتبقى معموله بالسباكه ومعمول لها ماشيننج وعامل ثريدنج، فانت عايز اي اند كونكشن هيعملها لك، عايز من الجهاد في ميل ومن الجهاد في ميل هيعملهم لك، عايز من الجهاد ميل ومن الجهاد في ميل هيعملهم لك، وكل واحده هيسميها باسم وهكذا. في عندك حاجه اسمها ثريدد كوبلنج، اللي احنا الجلبه اللي احنا مشهوره عندنا جدا وبنشتغل بيها الجلبه، اي بايب ثريدد وبايب ثريدد عشان اوصلهم ببعض لازم احط جلبه. طيب هاف كوبلنج، هاف كوبلنج اللي هو ايه؟ عندك جهه تدخل فيها بلين اند والجهه الثانيه ايه؟ ثريدد، فهي بتبقى جهه سوكت ويلد وجهه ثريدد، ده بنسميها هاف كوبلنج، ودي نفس المواصفات بتاعتها والستاندر بتاعها. عندك ثريدد كاب، طب بس هنا مع الوزن بتربطها في الاخر اللي هي بنسميها طب. عندك في حاجه اسمها بلاج، بلاج اللي هي ايه؟ طبه بس ذكر، اللي هناك ده ايه؟ طبه بس انتهى، يعني ايه؟ ثريدد كاب دي يعني البايب بتخش جواها وهي مقفوله. طب لو هي اللي دخلت جوه البايب، ان البايب نفسها معمول لها الوزه داخليه او فيها جلبه، والجلبه قمت مركب عليها الطبه دي اللي هي الطبه الداخليه دي، فبتسمى بلاك، بلاك اللي هي ايه؟ طبه بتركب جوه البايب نفسها، وهي نفس القصه دورها ان هي تقفل الخط. وده التفاصيل بتاعتها، ان هو 2 انش من البايب سايز، وهي 3 سكوير هيد، وسكوير هيد دي لانه في منها هيليكال هيد اللي هو مسدس شكل سداسي، فدايما تبقى تحدد ان هي سكوير هيد ولا اسمها ايه، مسدس، ده كان اسمه ايه؟ بايلوجينال هيد، ما كنتش فاكر اسمها ايه، هتيجي كمان شويه. وده نفس البريشر ريتنج بتاع كل متغير، ما بيغيرش حاجه قوي يعني في البلاج بالذات، لان هي كلها مصمطه من جوه من هنا فمالهاش سيكنس، لكن انت لازم تجيبها بنفس الريتنج بتاعك علشان تركب على الخط اللي انت بتعمله. دي المسدسه اللي احنا بنقول عليها اللي هي ثريدد هيكس هيد، هيكس هيد ده بلاج، نفس القصه اللي هناك كانت مربوطه ببعض، دي ليها راس مسدس عامل زي الصاموله بالظبط وبتتربط، وهي نفس القصه، نقفل بيها البايب لما يكون عندي الاند بتاعتها في ميل كونكشن. في عندنا حاجه اسمها ثريدد راوند، نفس القصه بس هنا ايه؟ البلاج ده ثريدد راوند هيد، الهيد بتاعها مدور زي ما حضرتك شايف كده، مش شكله سداسي، وبنقفل برضه بيها الخط. في عندك حاجه اسمها مقاص، بالعربي احنا بنسميه مقاص او بوش. فالبوش ده فكرته ايه؟ انه بيجي هنا يعمل اوتر دايميتر وانر دايميتر في نفس البلاج. فيبقى عندك هنا الاند بتاعك هنا مثلا ده كام؟ ده هتلاقي عامل 2 سايز. السايز الاولاني هنا على سبيل المثال ممكن يبقى 2 بوصه، والسايز الداخلي ده 1 بوصه. وانت عملت فتحه هنا، ده ذكر وده انتهى. وانا هاخد هنا من هنا كونكشن واقفل دي كونكشن، فده بنسميه البوشنج. والبوشنج هو هنا مصطفى غلط، لازم يبقى له دايمتر اوت سايد وانر، يعني اللي بره ده لازم ابقى عارفه واللي جوه ده لازم ابقى عارفه. فتلاقينا كده بتسميه كده بوشنج، وبتكتب الدايمنشن بتاعه، وهو هنا شكله عامل زي صامولة من فوق عشان تعرف تربطه. وده مشهور جدا في السباكه بتاعت البيت، حتى في السباكه المنزليه بتلاقيك عارفه. ده النبل، بس ده دايما بنركبه بيبقى بنسميه ميت، ونفس القصه هو هنا غلطان، بيبقى له اوتر دايمتر وانر دايمتر، لانك انت داس بنقاص، والنقاص بتنزل من ماس لماس زي الريديوسر بالظبط اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، بس ده اسمه نقاص. وده ثريدد زي ما انتم عارفين، والمقاسات كلها موجوده، هتلاقي مثلا ايه 1.25 بوصه، 3/4، 2 بوصه، وكلها سايزات اخرها 4 بوصه، لان ده دايما بنستخدمها في طلبات قليله جدا وفي سايزات قليله. ده مين؟ ده في ميل، ميل ريديوسر، يعني هو هنا نتايه وذكر وريديوسر في النص، والدايمنشن بتاعته لازم تبقى 2، فيبقى 2 بوصه على 1 بوصه، النومينال بايب ثريد، وهو في ميل، ميل ريديوسر، والكلاس بتاعه انت بتحدده عشان هيحدد على اساسه ايه؟ التخانه بتاعتك.
طيب ده النبل المشهور جدا برضو، النقاص العادي اللي هو بيحافظ لك على الانر دايمتر لكن بياكل من اللحم نشا، وده برضو نفس القصه، بيبقى 2 بوصه من الجهه دي مثلا، 1 بوصه من 1 ونص بوصه، لكنه بيحافظ على مسار الفلويد بنفس الدايمتر من جوه، لكن الحته دي برضو في التربلات فوق مش قضيه يعني، لانه التطبيقات بتاعته كلها في اعمال السباكه المنزليه والحاجات بتاعت السباكه بتاعت الموقع نفسها، يعني انت مثلا عندك خطوط ميه وخطوط ووتر ديستريبيوشن، الحاجات بسيطه يعني. كل اللي يهمنا من الكلام ده كله ده نبل، كل اللي يهمنا من الكلام ده كله ان حضرتك تبقى عارف الاصطلاحات. في عندنا حاجه اسمها ايه؟ ثريدد، وده في ميل مجهدي وفي ميل مجهدي، كوبلنج، كوبلنج وهو ريديوسنج كوبلنج لانه بيغير ماس، طالما غير ماس هو لو ثريدد من الاثنين نفس الماس فانا هقول عليه كوبلنج عادي او جلب، لكن لو غير الماس فبيبقى ريديوسنج كوبلنج زي ما حضرتك شايف كده. وهو هنا 2 بوصه على 1 ونص بوصه، ومعظم الفيلنج دي هتلاقي كاتب لك هنا ازمي ان ادوبتد. ازمه اصلا ما اعترفتش بيها، لكن هي مشهوره جدا بنستخدمها في السباكه، بنستخدمها في الخطوط اللي ما بتستحملش ايه؟ ما بنشتغلش فيها ضغوط عاليه. نفس القصه هنا، ده نبل عادي خالص لكنه نفس السايز، يعني هو ايه 2 بوصه، وده دايمنشن بتاعته كلها اللي هي دايمنشن التسليم. المهم معظم الحاجات دي كلها واحد، انا كل اللي يهمني اخر حاجه عندنا اللي هو الثريد نفسه، الثريد بيبقى دايما الستاندرد بتاعه ان هو طوله كلاته حوالي 2 سم، ومن اول سن لاخر سن اللي هو نهايته اللي هو الثريد انجيجمنت اللي هي المنطقه اللي انت بتربط عليها بتبقى حوالي 17 مللي، ولما يكون ذكر بيبقى الطول بتاعه 22 و3.10، ده لو التفاصيل دي لو انت هتخرطها او هتعملها المخرطه، وهو ده بيحصل في الغالب ان هو بيتخرط اصلا بيتعمل المخرطه، فبيبقى ده الريتنج بتاعه، ولما تروح على الريتنج اللي بعده هتلاقي مثلا ايه هم تقريبا كلهم نفس الدايمنشن اللي هو طريقه الربط. في حاجه يهمني ان انت تعرفها بس اللي هو اليونيون او اللاكور او الموحد، احنا عندنا في مصر بنقول عليه الكور، ما اعرفش بقيه الشباب بيقولوا عليه. انا بص كل اللي يهمني انت تعرف ان الكلام ده كله مش هصدق ان انا في الكلام ده، لانه على حسب كل تطبيق بيبقى عندك الفيتنج بتاعتك، يعني احنا لو دخلنا حتى في البي في سي بايب هتلاقي في تفاصيل كتير جدا في الكونكشن، ده مش يهمنا في حاجه، انا يهمني ان انت تكون بس فاميليار مع التفاصيل دي، فر فيها على قد ما تقدر، البرنامج عندكم من اللينكات، فر فيها على قد ما تقدر واعمل. عندنا الفيتنج الاخيره اللي انا عايز اوريها لك اللي هي السوكت فيتنج، السوكت وورد فيتنج. السوكت وورد فيتنج نفس القصه، هتلاقي عندك فيها البوهات وهتلاقي فيها اسمها ايه؟ عندك السوكت وورد 90 ديجري قلب و45 ديجري قلب وتي وكوبلنج، كل حاجه كل حاجه. ودي برضه بنستخدمها بس هتبقى الحام، واللحام بتاعها بيبقى حاجه خفيفه خالص كده اسمه سوكت وورد ولدنج. وده الحام بسيط خالص، ودي ادوبتد بالازمي، الازمي عامله لها ستاندرد كبير جدا، ودي بنستخدمها في الضغوط البسيطه، يعني لما يكون عندك خطوط الضغوط بتاعتها بسيطه بتستخدم القصه دي وبتسهل عليك الشغل جدا. نفس القصه الريتنج هتلاقي عندك مثلا 2000 و3000 و6000 و9000، ودي القصه دي عشان بس تديك السيكنس بتاع الفايب، وتعالى ناخدهم واحده بواحده، هو ايه 90 ديجري والكلاس بتاعه 6000، فهي دي الدايمنشن بتاعه وده اللي الستاندرد بتاعه. عندك ده 90 درجه، ال 45 درجه نفس القصه. الفكره كلها ان انت بتدخل البايب، فالبايب بتبات جوه السوكت اللي معمول هنا وبتلحمها من بره. الحاجه بس المهمه اللي لازم تكون عارفها وفاهمها كويس جدا، ان البايب لما بتدخلها لازم ما تلمسش الشفه دي، لازم يبقى هنا في جاب في النص. ليه يا باشمهندس؟ المسافه دي كلها لو بصيت عليها هتلاقي حوالي 3 مللي، اسمها ايه؟ 16 مللي مكتوبه. 16 مللي يعني 1 سم، فانت هتحرق، هتوصل درجه الحراره هنا باللحام لحوالي 1200 درجه، فيحصل تمدد حراري. التمدد الحراري ده لازم البايب دي يكون عندها مجال ان تطلع الاورنجيشن او التمدد الحراري بتاعها بسبب التسخين اللي انت عملته. فالتمدد الحراري ده لو ما سبتلوش مسافه يطلع فيها هيعمل ايه؟ هيولد اجهاد قوي جدا على منطقه اللحام اللي انت عاملها دي، فبيسبب كراكات داخليه في البايب. فلذلك بعض الشركات الكبيره او شركات النفط تحديدا بيطلب منك تصوير السوكت ويلد، مش عشان اللحام، عشان الجاب، عشان يشوف الجاب ده ايه، ودايما بتتراوح من 1.2 ل1.5 على حسب الازمي، والازمه حاطط لها برضه ستاندرد ولها قصه طويله عريضه، يعني القصه دي قطعنا عليها الاف البوص بسبب ان الناس ما بتعرفهاش. نفس القصه ايه؟ هو ايكوال تي بنفس القصص، ودايما السوكت ويلد ما فيهوش غير في ميل كونكشن، دايما هتلاقي انتهى، لذلك مش كتير زي الثريدد. ده الكروس هو نفس القصة بس الحام، ده سوكت وورد كوبلنج على الجلب اهي، وده عشان اوصل اي بايب ببايب للتطبيقات السوكت وورد، بدخل بايب من الجهاز وبايب من الجهاز واحط في الجلب والحام. الحاجة الثانية اللي عايزك تاخد بالك منها، ان لو لاحظت ان انا دايما البايب اللي بستخدمها مع السوكت وورد بتبقى بلين بايب، بلين مش بيفل، لانك انت لو عملت لها بيفل يبقى هدرت مجهود وهدرت فلوس كتير جدا عندك في التصنيع، لانه هيروح يعمل لها بيفل وانت في الاخر هتعمل لها سوكت ويلد. طب بتعمل لها سوكت ويلد ليه؟ فدايما البايب اللي بنستخدمها لاعمال السوكت ويلد ما بتجيبلهاش
ما بنجيبهاش بيفيد، بتبقى بلين اند. دي نقطه مهمه خلي بالك منها. ده هاف كوبلنج نفس القصه، ايه انه عندك البايب هتخش من هنا وعندك نص جبنه في الاخر والبور بتاعه نفس القصه، هو اند كاب نفس القصه، هتقفل بيه الخط وتعمل له سيل ويلد او سوكت ويلد زي ما بتعمل. جلبه بمقاس اهي، هو ده الشيف، هو دخل البايب الاولاني من هنا، دخل البايب الثاني من هنا، والتلحيم بتاع الامني والسايز اللي هنا مختلف عن اللي هنا، فهتلاقي عامل لك ايه 2 بوصه على 1.5 بوصه، وده سوكت ويلد، وهوريها لك ان شاء الله في الكاد وهنرسمها ونصدع دماغك بيها ما تقلقش. دي حاجه اسمها البوص، البوص دي اللي هو اكستنشن من البايب نفسها، او بنسميها سوكت ويلد. يعني ايه؟ يعني في تنجي هتطلع من البايب ان شاء الله هتفصل كتير جدا، لكن انا اللي يهمني بس ان انت تبقى عارف ان في حاجه اسمها سوكت ويلد او سوكلت. سوكلت هنتناولها لك كمان شويه، ودي لها تفاصيل لوحدها ما تشغلش بالك بيها، وحتى دي ازمه عند سبورتد الثانيه، ازمه اعتمادتها. في عندنا برضه حاجه زي كده برضه اللي هو ايه، ريديوسر بتخش من هنا سوكت ويلد، وممكن البايب تركب هنا، بس ده برضه نقاص ما اعتمدتهوش اللازمي، فمش مشهور في الشغل بتاعنا. في انواع كتير جدا منه، ان انت مثلا البايب الثانيه اهي والبايب الاولانيه اهي، وانت عندك سوكت ويلد اهو، دي منطقه اللحام الاولانيه ودي منطقه اللحام دي، لان انا لحم البايب دي هنا والبايب دي لحم من بره. القصص دي كلها هتلاقي ازمه انا ضبطت، لان هو براكتس كده ايه، بنسميه شغل سوق يعني، احنا بنعمله زي ما بتعمل. الحاجات دي كلها ايه، افكار ازاي انزل الحاجه من هنا لهنا، والسوكت التفاصيل بتاعتها هتلاقي عاملها لك هنا، انه دايما دي 16 مللي، وان السوكت الاوتر ديمتر بيبقى فيه جاب قد ايه، فبيبقى فيه كليرنس هنا ان انت تعرف تدخل البايب بتاعتك وكده. يبقى احنا اتعلمنا ثلاث حاجات اساسيه، ان احنا عندنا الاند كونكشن يا سوكت ويلد يا بوت ويلد يا ثريدد. ده ثلاث كونكشنات لو سمحت ما تنساهمش ابدا في شغل الفيتنج، بوت ويلد فيتنج، ثريدد فيتنج، سوكت ويلد. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على مين؟ على الفيتنج بانواع مختلفه اللي هو الاي او تي والريديوسر. طيب هنروح نتكلم على نوع مختلف شويه من الريديوسرات، والسواج والبايب نيبل. ايه السواج والبايب نيبل؟ هو يعني مش هتكلم عنهم كتير، هم ثلاث انواع بس انا هتكلم عليهم. فالبايب نيبل ده اول حاجه اللي هو ايه، حته بايب كده بنحطها بالطول اللي احنا عايزينه، ودايما بتراوح طولها من 125 ل 300، ودايما بنوصفها بالبوصه، فيقول لك ايه 4 بوصه و5 بوصه و6 بوصه و8 بوصه، وبنسميه لونج نبل. هو حته بايب بتوظه يمين ومتوظه شمال، مفيش اكتر من كده. ممكن تبقى صغيره زي ما حضرتك كده، ممكن تبقى حته بايب متوظه بس، ممكن تبقى بيفل اند، ممكن تبقى بلان اند، هو نفس القصه، انك توصفها زي ما انت عايز. فانا مثلا على سبيل المثال هقول 2 بوصه، فبقول 2 بوصه ضمن البايب نيبل سكادجول ستاندرد، وبعدين اقول بقى ثريدد او ثريدد بلين 1 اند ثريدد 1 اند. هوريها لكم ان شاء الله جوه البرنامج وهتفهموه بالتفصيل. يعني جهه ملوظه وجهه بلين اند، لا والله الجهه دي بلين اند زي ما حضرتك عاملها كده وملوظه، لا والله الجهه دي ملوظه والجهه دي ملوظه، لا الجهتين بلين اند زي دي، لا والله الجهتين بيفل اند زي ما حضرتك شايفها. المهم يعني هو بايب نبل ودوره بس بنوصل بيه بين فيتنج، او بنستخدمه بعض التطبيقات في خطوط الدرين، في نهايه خط الدرين بعد ما اركب البلف، ما بسيبش البلف بقى منه للشارع يعني، فبحط وصل البلف صغيره كده بعد البلف عشان تحافظ على البلف، ودايما بتبقى اسمها نبل. يبقى ده اول حاجه عايزك تعرفها. في عندنا حاجه اسمها كونسنتريك سواج نيبل. فاكر عند فاكر الكونسنتريك ريديوسر والايسنتريك ريديوسر اللي اتكلمنا عليهم؟ فاحنا عندنا السواج نيبل ده، او في نيبل بنقاص فبنسميه سواج نيبل، وده غالي جدا على فكره في الفاضي يعني، هو التطبيقات بتاعته ان هو بيبقى بلين اند زي ما حضرتك شايفه كده، وهو في نقاص على زاويه 45 درجه، وبياخد بالمقاس يديك المقاس، فده مثلا 2 بوصه على 1 بوصه، بيبقى غالي جدا على فكره. فانت ممكن تستبدله بروديوسر في اغلب التطبيقات، لكن يعني لما تكون ثريدد بيبقى رخم، فانت لازم تروح للثريدد. لكن لما تكون بلين اند او بيفل اند لو سمحت بروح دايما للريديوسر العادي. المهم الشاهد من القصه يعني انه في عندنا حاجه، وده معتمد من الام اس ستاندرد اليو اس بي 95، برضه الاسب ما اعترفتش بيه، لكن ده الستاندرد اللي احنا بنشتغل عليه دي ام اس اس، وبرضه السوكت وورد والورد وورد هتلاقينا عملنا ريفير بنفس الستاندرد. المهم شايف من القصه انه في 3 انواع، يا هو بلين اند زي ما حضرتك شايفه كده، وبيبقى نقص 3 على 2 او 2 على 1، المسافه بتاعته قليله خالص يعني، زي ما حضرتك شايف دايما بينزل لسايزات صغيره خالص، اصغر حاجه فيها اكبر حاجه فيها 1.5 بوصه، لكن ممكن تجيبه من 12 بوصه ل 1.5 بوصه مفيش مشكله، هو بينزل مره واحده كده مسلوب، لكن لا والله ما بينزلش. المهم شايف من القصه يعني انه هو بلين اند ثريدد بيفل اند، وده يهمني بس ان انت تبقى عارفه عشان لما نتكلم عليه. نفسه مش ده كونسنتريك، فهو في منه ايسنتريك، يعني بيبقى فيه اوفست اللي هو 13 45 ده على حسب السايز بتاعك، وانت بتحافظ فيه على الاكس اللي هو البوتوم اوف فايب او السايد اوف فايب، ونفس الثلاثه بلين اند وثريدد اند وبيبل اند.
معلش المحاضرة بتاعت النهاردة فيها معلومات كتير جدا، فمعلش يا باشمهندس تقدر تتعب معانا شوية وهتتعب شوية كده وتمسك البرنامج ده تقعد تتعرف على الحاجات دي، لأنه دي من أتقل المحاضرات اللي هتقابلنا. لأنك أنت عشان تبدأ تعمل بايبنج لازم تبقى عارف الفيتنج اللي أنت بتحطها، مش هروح أشتغل عمياني. فده الفيتنج بتاعتنا، وقلناها إن إحنا عندنا الثلاث إندات لازم تاخد بالك منها، بات ويلد ثريدد سوكيت ويلد، وكل واحد فيه الإلبوهات والريدوسرات واتيهات، بس هما ثلاث انواع، يا بايب يا اسمه يا البو يا تي يا ريديوسر، بس يا البو يا تي يا ريديوسر، والاند كونكشن بتاعه يا الحام يا مقوص يا سوكيت ويل. مرضي كده يا عم ادوارد؟ ده اللي انا عايز اقوله لك. بس طيب هنروح نتكلم عن حاجه اسمها جاسكت. الجاسكت مش هشغلك بيها خالص، انا كل اللي يهمني ان انت تعرفه ان في جاسكت، وانه الجاسكت في منها ثلاث انواع، في حاجه اسمها نون ميتاليك وفي الميتاليك، والنون ميتاليك والميتاليك وات ايفر يعني بقى، نون ميتاليك ولا ميتاليك، في منها ايه؟ في منها حاجه اسمها فول فيس وحاجه اسمها بص هعرفها لكم في البرنامج، انسى ان احنا تعرضنا لكاسكت، هوريها لك عشان تعرف الفروق ما بينها في البرنامج ان شاء الله واحنا شغالين، عشان ما ادخلكش في تفاصيل كتير. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم على اهم حاجه في المشاريع بتاعتنا اللي هي البرانشات اللي بتطلع من البايب. في برانشات دايركت بتطلع من البايب اللي هي بنسميها الولد وليت، ولد وليت، ودي اشهر تطبيق دايما بنعمله، بتيجي على البايب تخرم فيه خرم وتحط عليه الولد ده او الولد وليت بيسموها بالعربي ولد، وبنعبيها الحام من اول الفتحه اللي احنا عاملينها هنا لغايه نهايه، ودي على فكره متعبه جدا وبتاخد لحام كتير جدا، لكنها متينه جدا وقويه وما بتاثرش خالص على الفلو. و على فكره الجونطه في الويلد دولت بتتحسب بثلاث جونطات عاديه، يعني مثلا الويلد دولت ده كام؟ 4 على 1 وربع، خلينا مثلا نقول 2 بوصه، فده 4 على 2 بوصه، ده 2 بوصه، الجونطه دي بتتحسب 2 في 3 جونط، يعني 6 بوصه، اكنك لحمت للحام 6 بوصه. يقول لك يا باشمهندس انا كان عندي ويلد دولت، كان عندي ولد. ده فكرته ان انا باخد برانش من البايب نفسه، فبعمل خرم في البايب واحط عليه بتفاصيل معينه وبحط الويلد دولت بتاعي وببدا الحمل. يبقى اسمه ايه؟ اسمه ويلد ولد. طب انا لو جيت على الاند كونكشن ده ايه وعملتها دي هنا هتبقى بات ولد، فانا بسميها ويلد ولد لانه الاند كونكشن بتاعتها بات ولد. طب لو هي الاند كونكشن بتاعتها سوكت فبنسميها سوكلت، اهي نفس القصه بات ولد، يبقى انا لو رحت على البات ولد بتاعتها اهي ويلد ولد، هيبقى الاند كونكشن بتاعتها ستاندر او على حسب البايب اللي انت هتكلمك عليه معايا، لكن لو رحت على الثانيه ده سوكلت يبقى الاند كونكشن بتاع ده سوكت ويلد. طب لو ثريدد هتلاقي ثريدولت، اهي ثريدولت اهي نفس القصه، فهي نفس الحاجه بس هنا يا ملوظه فبنسميها ثريدولت، يا فيها سوكت بتخش في البايب بتبات جوه فبنسميها سوكلت سوكولت سوكولت سوكلت، يا هنلحمها بات ويلد فبنسميها ويلدولت 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 ثريدولت سوكولت. هذا ثلاث حاجات. تعال بقى الباقيين كلهم انا ما يهمنيش غير ان انت هتشوفهم بس، انساهم خالص، لكن انا هقول لهم لك ان هم موجودين. ده اصلا ازمه انا ضبطت اصلا ما فيش حد معترف بيها خالص، لانه انت بتيجي على منطقه حوده في القلبه وتاخد منه ويل دولت بالمنظر اللي حضرتك شايفه، فاصلا دي منطقه انا مرعوب منها وبتعمل لي تربلانت فلو قصه كبيره جدا، والفلو ماشي كده يجي يعمل اصطدام هنا فبتبقى استجنيشن بوينت، فبتعمل مشاكل كتيره جدا، لكنه عارف موجود والسوق بيعمله، لكن مش ادوبتد في الشركات الكبيره كلها ما بتعتمدوش. فانا عايز بس تعرف اللاترولت دي موجوده وبنعتمدها كتير جدا، لان باجي على جنب البايب بس بطلع بزاويه 45، فدي عادي خالص، لكن برضه الازمه ما اعتمدتهاش، لكن دي مشهوره جدا ومستخدمه. الثريدولت احنا قلناها الايه؟ في سوكت ويلد دي اللي هي برضه على الالبو وسيبك منها، انا قلت لك ما تشغلش بالك بيها خالص. وفي حاجه بقى ايه؟ ويلدو فلانج، يعني لو انا عامل ويلدو ولد اهي، ده الويلدو ولد بتاعتنا وجاي في السباكه في الصناعه نفسها لاحن فيها الفلانج في جاهزه، فبيسميها ايه؟ ويلدو فلانج او فلانجوليت، ويلدو فلانج او فلانجوليت، هتسمعها في السوق يا دي. والفكره كلها انه عامل لك دي كلها سباكه واحده، عامل الويلدوليت ملحومه مباشر في الفلانجه فبنسميها فلانجوليت او ويلدو فلانج. وبتاخد باين المقاس الرئيسي بتاع البايب بتاعك اللي هو مثلا 6 بوصه، والويلدوليت بتاعتك كام؟ نومينال بايب سايز 3 ارباع، وهتبدا تتكلم على الفلانج سبيسيفيكيشن بتاعتك، فبتبقى مكلكعه كتير جدا ويعني مش مشهوره في السوق، ما تشغلش برضه بالك بيها. لكن انا بس عايز اوريك ايه اللي موجود من الحاجات دي، لو هي جت على الالبو فبتعمل لك كارثه. احنا قلنا هنكبر دماغنا منها.
اللاتروفلانجوليت، اللاتروفلانجوليت هي الارنجمنت دي اللي هو هي عندك كوردوليت اللاتروليت اللي هي طالعه بلاترال، لاترال دي يعني زي 45 درجه دايما، حتى هنجيب كمان شويه لاترال تي ولاترال البو. المهم يعني فاللي هو اي برانش طالع زي 45 درجه بنقول عليه لاترال، وفي فده اسمه لاترال طالع 45 وفي فلانجر فيبقى ده ايه؟ لاتروفلانج. ماشي يا باشمهندس؟ طيب نرجع تاني بقى للولدولت. التوصيف بتاع الولدولت لازم اقول له ايه؟ لازم اقول له المين بايب اللي انا مش منها السايز بتاعها كام؟ فبقول له 6 بوصه. والبرانش اللي انا طالع بيه السايز بتاعه كام؟ فهو 2 بوصه. ودي اسمها ايه؟ ويلدولت ولا سوكلت ولا ثريدولت؟ يعني الاند كونكشن بتاعتها هتبقى ثريدد ولا ثريدد ولا اسمها ايه؟ سوكت ويلد ولا بات ويلد؟ فهي ويلدولت. وبعدين هقول له السكجول اللي انا طالع عليه البايب اللي هنا كام سكجول بتاعها؟ سكجول ستاندر ولا اكسس ولا مش عارف ايه؟ فانا بحط السكجول بتاع البايب اللي انا هكنك عليه. معايا يا باشمهندس؟ يبقى انت عندك المواصفه بتاعتك ايه؟ مكتوبه لك ايه؟ ويلدولت، والسايز بتاعك الرئيسي 6 بوصه، والسمول سايز 2 بوصه، والسكجول بتاع السمول بوصه بتاع السمول سايز اللي هو ايه؟ الستاندر. ماشي يا باشمهندس؟ يبقى ده التوصيف بتاع الويلدولت بتاعك. بس هو ده اللي انا عايز اقوله لك. تعال هناخد اخر حاجه عشان نبقى خلصنا الان لاين بلانكس. ايه الان لاين بلانكس؟ اخر حاجه دي في الفيتنج عشان نبقى كده غطينا كل الفيتنج. لو سمحت المحاضره دي هتتطلب من سيادتك ان انت تسمعها اكتر من مره. ان انت تسمعها اكتر من مره، مره واثنين وثلاثه، وما تقلقش خالص كل الحاجات دي هنتعرض لها بالتفصيل واحنا شغالين. في عندنا حاجه اسمها سبيكتكل بلايند، بيسموها حتى مشهوره جدا في السوق، اسمها فيجر 8 شكل 8. السبيكتكل بلايند دورها هي يا باشمهندس، دورها هي مضرب، بنسميها حتى مضرب. دورها ايه؟ انه عندك جهه مقفوله مصمطه اهي زي ما حضرتك شايف، وجهه مفتوحه. فانا لو عايز اقفل الخط قفل دايم للحمايه لخط بستخدمه في اثناء معينه، بقوم مدخل الفلانج من الجنب ده، الجهه المصمطه دايما من الجنب ده ما بين الفلانجتين وقافل عليهم. فيبقى الجهه المفتوحه هي اللي بره، فبقى عارف لو الجهه المفتوحه اللي بره ان الخط مقفول. فانت بتبقى فاهم كويس جدا ان الخط ده معزول، ما تشغلش عليه اي حاجه، الخط ده بره وخارج الخدمه، ما تشغلش بالك بيه. ماشي يا باشمهندس؟ طب انا لو شغلت الخط بعمل ايه؟ بروح افك الفلانج اللي قبل دي واللي بعدها، واروح احط السبيكتكل بلايند من الجهه الثانيه، فتبقى مفتوحه. فيبقى مفهوم ان السبيكتكل بلايند كده مش شغاله. ليه؟ لان الجهه المصمطه او المفتوحه هي اللي بره. فدي دورها ايه؟ دورها ان انا لو عايز اعزل الخط عزل دايم او عزل امان ان انا اقطع فيه او هشتغل فيه، والخط ده له هازارد يعني الماتيريال اللي فيه انفلامبل او حاجه قبل الاشتعال او الانفجار، فبحط السبيكتكل بلايند على الوضع المقفول المصمم. هوريها لكم برضه في البرنامج دلوقتي هتبقوا فاهمين شكلها ايه. فده كده اسمها السبيكتكل بلايند او فيجر 8، برضه مش هو فيجر 8، وهتلاقي البرنامج اصلا بيطلعها لك سبيكتكل بلايند فيجر 8. ان هو شكل 8، حرف 8 اهي، بس واحده مقفوله وواحده مفتوحه. عايز تقفل الخط بتدخل الجهه المصمطه، عايز تفتح الخط بتدخل الجهه ايه؟ المفتوحه. ماشي يا باشمهندس؟ طيب في السايزات الكبيره هي موجوده على فكره 24 بوصه، بس في السايزات الكبيره دي بتبقى تقيله جدا. يعني انا مثلا لما اجيب لك 24 بوصه دي وزنها 261 كيلو، 261 كيلو دي يعني عايزين معدات عشان نحركها. فانا في السايزات الكبيره بروح لحاجه اسمها البادل اند سبيسر. البادل اند سبيسر، ايه البادل اند سبيسر دي؟ عشان ابسط شكل ليها هو حاجه زي دي كده، هو واحده بس ولها ايد، يعني زي مضرب بنسميها حتى مضرب بالعربي. هي مضرب، في مضرب مقفول ومضرب مفتوح. بشيل المقفول احطه مفتوح يبقى انا فتحت الخط، اشيل المفتوح واحط المقفول يبقى انا قفلت الخط. ماشي؟ بمنتهى البساطه. طب هي راكبه دلوقتي، انا مش شايف لا مفتوح ولا مقفول. تلاقي المقفوله مش عاملين فيها خرم، فمفيش اي حاجه هنا. المفتوحه عاملين فيها خرم، الخرم ده اللي هو الانديكيتور هول، يعني انا بقول لك ان هي مفتوحه، خلي بالك. يبقى ده ايه؟ الخط شغال لانه مفتوح من نصها، الخط مقفول لانه مفيش اي حاجه ومصمم من نصها. يبقى ده بس كل اللي يهمني ان انت تعرفها ان هي موجوده. الحاجه الثانيه ان انا لو رحت مثلا للسايز 24 بوصه هتلاقي الواحده بس فيهم البادل ويت كام؟ 190 كيلو. البادل سبيسر 71 كيلو، اقل بكتير من السبيكتكل بلايند. السبيكتكل بلايند نفسها الواحده بس 260 كيلو، يعني انت عايز معدات تقيله عشان تشتغل في الكلام ده. دي هتقابلنا واحنا بنشرح البي ان دي، هتقابلنا واحنا بنشتغل على البايبنج. فما تقلقش، ما تقلقش يا مهندس سيد، ما تقلقش يا مهندس ادوارد، هنتكلم عن الكلام ده كتير. والمطلوب من حضرتك العب في البرنامج واتعرف على الاشكال على قد ما تقدر. معايا؟ انا مش عارف اقول لكم ايه، احنا داخلين على الصعب. طيب عايزين نروح
الأسوأ حاجة في الموضوع كله اللي هي الفلنجات. بص يا باشمهندس، ما تقلقش من الحاجات كلها، الموقع اللي انا مديه لك اللي هو بتاع هارد هيد انجينير ده هتلاقيه واخدهم ايتم ايتم، ويبدا يعرفهم لك ويبدا يشرحهم بالتفاصيل. هي نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس هتلاقيه عامل فيديوهات كتير جدا تعليميه ليه، وبيتكلم عليهم بتفاصيل كتير جدا. لو سمحت اقلب فيها على قد ما تقدر. المحاضره دي بتبقى صعبه جدا ليه؟ لانه التفاصيل دي كتير جدا، وبتبقى دايما صعبه جدا على المهندسين حديث التخرج ان هم ما تعاملوش مع الحاجات دي. حتى المهندسين والله اللي في المواقع مش عايز يقولوا بيقعدوا سنين على ما يتعلموا الكلام ده. فالمحاضره دي المطلوب من حضرتك اسمعها مره واثنين وثلاثه، ابحث عن الحاجات، تخيلها، ما تقلقش من حاجه خالص. كل الكلام ده هنتناوله بالتفصيل واحنا شغالين في البرنامج. وكل شويه هتلاقينا بنتعرض لحاجه اسمها الالبو، فانت هتعرف شكله وهتعرف ترسمه ازاي، وبيترسم قدامك 3 دي. فانت ما تقلقش من الحاجات دي كلها، هتبقى حافظها 100%. لكن معلش اتعب شويه، اتعب شويه بس واعرف الحاجات دي. والواد ده مدي تفاصيل جميله جدا هتعجبك، هتعجبك. طيب هنيجي لانواع البلوف عشان نبقى دخلنا على البلوف. البلوف نفس القصه اللي احنا اتكلمنا عليها، هي نفس النوع. هنقول حوالي 5 انواع من البلوف، وهتلاقي الاند كونكشن بتاعته، يا فلانجد يا الحام دوت ويلد يا الاوز ثريدد يا سوكت ويلد. اللي زاد عندنا بس هنا فلانجر، انه حطينا فيه فلانجر فبيبقى اسمه فلانجر فالف. هو نفس المواصفات بتاعته بس هنا بقى تولد فالف. هو نفس المواصفات بتاعته بس هو 3 دي فالف. هو نفس المواصفات بتاعته بس سوكت تولد فالف. فاحنا هنتناوله ووريك الفروم منه. تعال نقول الفلانجر فالف ونقول انواع الفلانجات. احنا عندنا حوالي 8 انواع من انواع الفلانجات بنتعامل معاهم. اول حاجه الجيت فالف، محبس بوابه. المحبس ده عباره عن ايه؟ عن بوابه بطلع بيها في بيستون. انا لما بلفه بالطاره ده بيقوم فاتح البوابه دي رافعها لفوق في المكان اللي بتبات فيه ده، فيقوم مطلع البوابه فوق نازل البوابه فتح قفل. بس ده حاجه اسمها جيت فالف. الدايمنشن اللي جايبينها منين؟ جايبينها من لازم بي سيرت ب 16.10. بعرف البلف ده ازاي؟ لازم اعرفه بتفاصيل. عشان اعرف البلف في الفلانجه الفلانجت بقول والله ان هو 12 بوصه ضمن البايب سايز فلانجت جيت فالف. بس كده. اللي باقي ده توصيف الفلانجه نفسها، اللي هو ايه؟ اللي هو كلاس 300 ريست ديفيس. هنتكلم عن الفلانجات دلوقتي. كلاس 300 ريست ديفيس. طيب مش هندسين، هقول لكم على حاجه احلى. ممكن نركز شويه في المحاضره دي، ذاكروها على قد ما تقدروا. مش عايز اخش معاك لانه احنا عندنا بند كبير جدا اسمه الفلانجات لازم نغطيه، وفي تفاصيل كتير جدا والبلوف. فانا افضل ان انا افصلهم لك المحاضره الجايه، والا انت كده ممكن تقعد. فهريحك خالص. تعالى المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الفلنجات وهنتكلم على انواع البلوف. هفتح الموضوع للحوار دلوقتي، اللي عنده اي اسئله او اللي عنده اي حاجه قبل ما نخش في النقطه اللي بعد كده. اللي عنده اي حاجه مش مهندسين يتفضل. مش مهندسين في اي اسئله؟ وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا باشمهندس. هو اللي عايز يتكلم يا شباب يا ريت يعمل ريز هاند. انا فاتح المايك دلوقتي يا باشمهندس، لو اي حد. طيب تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هندسه اولا مشكورا، انا اول مره احضر مع حضرتك. خلصت المحاضرتين اللي فاتوا ما عدا بس اخر محاضره. اولا انا بشكر حضرتك جدا، شرح ممتاز. كان ليا بس سؤال في حته البرنامج، هل هو بيعمل سيميوليشن؟ انا كنت ذكرت ان البرنامج بيعمل سيميوليشن للبلانت، هل هو بيعمل دايناميكس؟ يعني ايه سيميوليشن للبلانت يا باشمهندس؟ يعني انا سؤالي هو هل هو بيقدر بيعمل لايف سيميوليشن دايناميك للبلانت، ولا بيعمل سيميوليشن ان انا اقدر اشوف الارينجمنت، البلانت لاي اوت، الكلاشز، التصميمات بتاعت السبورتات مظبوطه
كلمة simulation مدى simulation المطلوب في المقصود في ال 3D blend الاوتوكاد 3D اخره فين؟ هو ده سؤالي. تمام يا باشمهندس، بص يا باشمهندس خليك معايا الله يبارك فيك. عايز اقول لحضرتك بس على حاجه. بص السيميوليشن عندنا حاجات كتير جدا في البلاند بنعملها سيميوليشن. في عندنا حاجه اسمها البروسيس سيميوليشن نفسها، ده بنعمله في الاول خالص ببرنامج اسمه اسبن هايسس لو حضرتك تعرفه. بنرسم البلانت كامل وبنقول له التفاعلات الكيميائيه اللي بتتم في كل مكان، ونبدا نحسب الكمبيوتيشنال فلويد داينامكس بتاعت البلانت كلها، وان شاء الله ان شاء الله احتمال نتعرض للموضوع ده. انا مش متمرس في القصه دي، لكن لان الموضوع بروسيس محض لكن عندي مثال كتير جدا فيها وفرحت ان شاء الله. فاحنا هنا ان شاء الله من اول المحاضره اللي بعد الجايه هنبدا نرجع لورا تاني ونبدا من اول وجديد. ازاي؟ انا يهمني ان حضرتك تكون عارف كويس جدا يعني ايه اوتوكاد، يعني ايه بايبنج سيميوليشن، يعني ايه 3 دي سيميوليشن، يعني ايه كيوبنت بانواع مختلفه، يعني ايه ترومبات بانواع مختلفه، يعني ايه الكلام ده كلياته. وبعدين المحاضرات الجايه هنبدا نشتغل يعني ايه بروسيس فلو شارت، ويعني ايه بي ان اي دي، ونبدا ناخد الكلام ده ونرجع للمشروع بتاعنا ونعمل براكتيكال بروجكت مشروع حقيقي ونعمل سيميوليشن كامل. السيميوليشن اللي بلاند 3 دي بيعمله بيعمل كيوبمنت سيميوليشن، بحط الاكيوبمنت كلها، بيعمل بايبنج سيميوليشن، بحط البايبنج كلها، بيعمل اكسسبيليتي سيميوليشن، بيعمل الكلاش ديتكشن، بيعمل يعني انت بتشوف البلانت بعد ما يتصنع، لا بتشوف البلانت بعد ما يتصنع كامل، لكن انت في بيئه رسم لازم تحط في دماغك كده كويس، انت في بيئه رسم لا تتوقع منه ستريس ريبورت ولا تتوقع منه ديزاين كالكوليشن ولا تتوقع منه بريشر دروب ولا تتوقع منه الكلام ده كله، مفيش كالكوليشن نهائي. البرنامج دوره انه يخرج لك ايزومتريكس للمشروع كامل، دايفنج لاي اوت للمشروع كامل، جنرال ارينجمنت دروينج للمشروع كامل، اكيوبمنت ارينجمنت للمشروع كامل، بلوت بلان للمشروع كامل. لكن ما تتخيلش انه في اي كالكوليشن بنعملها في البرنامج. في برامج كتير جدا بنعمل كالكوليشن ان شاء الله هنتعرض لهم واحده بواحده كده زي ما بقول لك. هضرب لك مثال بسيط خالص. اول حاجه لما باجي ابدا المشروع ببدا بالكيميكال كومبوزيشن، يعني مثلا عندي المهندس بتاع البروسيس بيجي يعمل حاجه اسمها البروسيس فلو شارت. انا بس مش مجهز الماتيريال لانه هنشرحها كمان شويه، فهفتحها لكم ان شاء الله المره الجايه. رسمه فلوكي كده انه هيبقى عنده تانك، التانك ده هنحط فيه شويه حاجات، الحاجات دي هندخلها في التانك ازاي، عايزين ترمب ترفعهم، المهم رسمه فلوكي كده. وبعدين يبدا يعمل والله انا عايز المشروع ده يخرج ايه وانا بدخل له ايه، ونبدا نعمل البروسيس كالكوليشن بتاعه عن طريق حاجه اسمها اسبن هايسس. برنامج اسمه اسبن هايسس اللي هو مشهور جدا، حتى الطلبه بتوع الماجستير كلهم شغالين بيه دلوقتي، بيعمل سيميوليشن في كل حاجه ده. فاحنا بنعمل بروسيس سيميوليشن باسبن هايسس للبلاند لغايه ما اتاكد ان المبادل الحراري الابعاد اللي انا حاططها صحيحه، الرياكشن تاور بتاعي او المبادلات وات ايفر بقى انت حطيت ايه في المشروع، انت اتاكدت دلوقتي انه هيقوم بالوظيفه اللي هيشتغل بيها. فبتبدا تعمل حاجه اسمها بي اند اي دي اللي هي ديتيلد بي اند اي دي. خلاص انت طلعت الدايمنشن بتاع البيزل ده، طلعت كل الابعاد بتاعت الخطوط، طلعت الكومبيتيشنال فلويد داينامكس ريبورت، فانت خلاص حددت كل حاجه هتطلع المقاس بتاعها كام. فبنعمل الديتيلد بي اند اي دي. من البي اند اي دي بيديها الواحد اسمه ديتيلد انجينيرنج انجينير، يعني هو اللي بيعمل الديتيلد انجينيرنج. فالمهندس بتاع الديتيلد انجينيرنج ده بيروح يبص على البي اند اي دي، ده اللي انا هتعلمه لحضرتك الجاي، يلاقي فيها مثلا ثلاث تنكات وخمس فيزلات و10 ترمبات ومش عارف ايه، فيبدا يعمل ايه اريا الوكيشن، يقول والله انا المالك او صاحب المكان مديني المكان ده ان انا اعمل فيه المشروع، فالمكان مثلا ابعاده كذا في كذا، فيبدا يرسم المكان ويبدا يحط الاكيوبمنتس بتاعه، احط شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، وارجع للراجل بتاع البروسيس اقول له ايه رايك لو ده جنب ده يعمل مشاكل، الراجل بتاع السيفتي لو ده جنب ده يعمل مشاكل، ونبدا بقى ايه نعمل فريز للاكيوبمنت لاي اوت، ونبدا نحط الاكيوبمنتس في اماكنها، ونرسم النوزلات ونرسم البايبنج ونخلص الكلام ده. خلاص خلصت النوزلات بتاع الاكيوبمنت زي ما احنا وصلنا كده في البرنامج، برجع اخد البلانت الاكيوبمنت ده اروح اصممه ببرنامج تاني زي بنت الاوتو بايب اللي احنا كنا فاتحينه المره اللي فاتت، فاكرين بنت الاوتو بايب فيزل ده، برسم عليه الفيزل كلها وابدا اعمل لها الستريس اناليسيز واشوف هي هتشيل ولا لا، واخد الاحمال اللي هي توصلها للمكان اللي حواليه. البايبنج نفس القصه، ان شاء الله لما نتناوله ونرسمه هتلاقينا بناخده برده ببرنامج تاني زي ده بالظبط من شركه بنتلي اسمه اوتو بايب اللي هو ده بنتلي اوتو بايب كونكت اديشن، هو ده بنعمل عليه الاستريس اناليسيس وبنعمل عليه ديزاين كالكوليشن، مش هيدروليك كالكوليشن، ديزاين كالكوليشن
اللي هو الستريسز والاحمال والسيزميك لودز والهيدروديس لودز والكلام ده، ما بيطلع لكاش بريشر دروب، ما بيطلع لكاش هيدروليك كالكوليشن، بيطلع الستريس اناليسيس. ماشي يا باشمهندس. الهيدروليك كالكوليشن بنعملها ببرنامج ثاني زي واحد من الشباب سالنا النهارده مهندس عثمان اللي هو الباي ثرو اكسبرت، بنعمله باحد البرامج دي او الفلو ماستر، ده من اشهر البرامج اللي احنا استخدمناها، وفي شركه سيمنز عامله برنامج ثاني بنعمل بالهيدروليك كالكوليشن. المهم اللي اقصده يعني انه الاوتوكاد بلانت احنا ما بنعملش فيه كالكوليشن خالص، احنا بنعمل فيه بلانت موديلنج. حتى الكورس بتاعنا احنا اسمه بلانت موديلنج يوزنج اوتوكاد بلانت 3 دي. الكالكوليشن والريبورتس كلها بنستخدم فيها برامج خارجيه. كل حاجه ان شاء الله هنتعرض لها، وقلت لحضراتكم ان شاء الله هعمل محاضره في الاخر ازاي بنعمل البروسيس سيميوليشن كامل او البلانت سيميوليشن كامل، وكل برنامج دوره ايه وبنبدا امتى وبننتهي فيه، وبنعمل الريبورتس بتاعت المشروع كلها اللي هي الاف الريبورتات والاف اللوح، بنعملها ازاي وبطريقه سهله جدا وسهله جدا، والموضوع مش معقد ولا حاجه. ان شاء الله ان شاء الله هفرد لها حلقه واحده بس الناس تبقى ايه اوير بالتفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها لحضرتك. يعني لازم حضرتك تفهم يعني ايه بي ان اي دي، يعني ايه فلو شارت، يعني ايه بروسيس فلو شارت، يعني ايه فيزل، يعني ايه مبادل حراري، يعني ايه ترومبا، الكلام ده كله لازم حضرتك اوير بيه، بالاضافه لجزء البايبنج اللي احنا بدأناه النهارده، وان شاء الله حضرتك تكمل معايا. مهندس عبد الرحمن انا قلت لحضرتك تواصل معايا الخاص، هقول لك الكاستم بارت اللي انت عايزه يا عم مش مشكله. انا قلت لك دي مرحله ادفانسد لسه هنروح نعملها لما نخش في حاجه اسمها السبيك اديتور، هنعمل كاستم بارتز ونعمل كل حاجه، نعمل كل حاجه وما تقلقش والله لسه ما حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ هندسه معلش، هل نقدر الانسرشن بوينت بتاعت الستير والستيرز عامه اما بعمل لها اما بدخلها على البرنامج النقط اللي انا بستخدمها بيجيب بقى دي النقط اللي في نص السلم على طول تمام؟ هل اقدر اغير انا الانسرشن بوينت بتاعت الستيرز ديت ولا لازم انا اعملها في نص السلم وبعد كده احركه؟ لا ما بتقدرش تغير الانسرشن بوينت بتاعت الستيل تحديدا الانسرشن ستيل اللي هو الستيرز ما بيتغيرش، لازم حضرتك تحرم. انت زي ما قلت لحضرتك حاجه من اتنين، يا ترسمه وبعدين تحركه، يا ترسم جايد لاين وترسم عليه. يعني انا ممكن اعمل خط عادي خالص وبعدين ارسم على الخط ده والخط ده يكون مكانه صحيح وخلاص. يا انا بستسهل بصراحه برسم على طول عادي السلم واحركه بالمسافه اللي انا عايزه بحيث انه ما يعملش كلاش مع العمود وخلاص. ايوه فهمت انا استنى. اي حاجه يا شباب؟ اي حاجه تانية يا شباب؟ طيب هنرجع لبيت البرنامج تاني، نبدا نبص على البرنامج في شويه حاجات كنت عايز اقولها لكم. بص يا باشمهندس ان شاء الله هنرجع نكمل التفاصيل دي كلها. انا اول حاجه عندي بخرجها زي ما قلت لحضراتكم الاكيوبمنت لاي اوت، فانا عندي بلان زي ده، عندي شويه الاكيوبمنت ده عايز احطهم. حقيقة احنا ما بنشتغلش كده، انت مثلا بيبقى عندك تعال نروح على لوحة جديدة دي دروينج، لما بتضغط على زيادة كده ده دروينج، كل الخصائص بتاعة البروجيكت مش شغالة معاك على فكرة. يعني انا لو جيت هنا قلت له كريت نيو اكيوبمنت، كريت نيو اكيوبمنت هيشتمك على طول. ليه؟ لانه دي دروينج عادية مش داخل المشروع. اعمل درون زي ما انت عايز، كنسل اهو، اعمل درون زي ما انت عايز من هنا للسنة الجاية مفيش أي مشكلة، بس دي دروينج في اوتوكاد العاديه خالص. عايز تضيف اي دروينج في المشروع لازم حضرتك تبقى عارف انت بتضيف ايه. انا عايزها بلاند 3 دي فباجي هنا على بلاند 3 دي وانا نيو دروينج، عايزها في البي ان اي دي فباجي على بيت البي ان اي دي وانا نيو دروينج، ودي مختلف عندي. لكن اللي انا بعمله ده حاجه كروكي كده فاهم، اللي هو في اوتوكاد العاديه خالص. يعني على سبيل المثال اول حاجه هنبدا بالتفاصيل بتاعت الاكيوبمنت لاي اوت، خلينا نفتح السناب ماشي. فبيقول لي مثلا انا رايح اعمل المشروع ده في برضه بصوا عشان هنعمل لاين وهنبدا من نقطه صفر تب صفر انت، وهاخد الخط بتاعي ده طول كام، اعمل اف 8 اف 8 واعمل مثلا 100 متر 100 100000 في عرض، هتحرك في الدايركشن ده وانا شغال واعمله مثلا في 70 متر 70
صح كده، فول ميتر. زوم بقى، اعمل زوم، رسم الخط التاني انا مش هرسمه، رسم اربعه. طيب ده بص يا باشمهندس، هذا اللاين تاني، وهرسم من هنا لهنا 70,000، 70,000، وهاجي هنا اهوت على النقطة اهي وعلى النقطة دي. ماشي يا باشمهندس، ده هي الاريا اللي مسموح لي ان انا اعمل فيها المشروع بتاعي. معايا يا باشمهندس؟ فانا بعمل حاجة اسمها الاريا لوكيشن، ده هي المساحة اللي مسموحة لي ان انا اعمل فيها البلان ده كله. رحت نزلت سايت سيرفي وحددت المكان وطلعت المسافه بتاعتها هي 100 متر في 50 متر ولا 100 متر في 70 متر زي ما احنا عملناها. انا المفروض ارسم البلاند بتاعي كلاته في المربع ده معايا. فانت بتعمل ايه؟ بتبدا تعمل حاجه اسمها الاكيوبمنت ارينجمنت، تبدا تفكر فيها. تعال نروح المشروع بتاعنا وهنرسم نفس القصه. الجريد دي احنا مش عايزينها حاجه، انا هعمل لها ديليت وهرسم نفس القصه اهو. لاين واخده نقطه الصفر او نقطه الاصل، صفر صفر لاين. افتح السناب عشان يقلب معاك اي حته. النود والسنتر بوينت، هات الاكستنشن والانترسكشن برضه مش هتجيبها، فحط صفر كومن صفر كده. لقط نقطة الصفر اهي، وهمشي اور سيجنال مسافة 100 متر 100,000، وهاجي جهة تانية مسافة كام؟ 70، 70,000. هذا الاريا مثلا بتاعتي، وهاجي نوت برضه خليها 100، 100,000، واقفل الكونكشن بتاعتي. خلاص كده عملناه. دي الاريا اللوكيشن بتاعتي اللي المفروض انا ارسم فيها البلان. فببدا اعمل ايه؟ بعمل الاكيوبمنت ارينجمنت بتاعتي. دايما لو سمحت خد التوديو عشان ما يحملش معاك جرافيكس كتير وجع قلبك. انا شغال دلوقتي على التوديو، وفي هنا هو دايما اتاكد ان انا شغال في البارلل مود، لان الريسبكتيف مود الريسبكتيف مود بيديك شكل غلط في البلاد، يعني ما بترتاحش فيه شويه. وهبدا اعمل اللوكيشن للاكيوبمنت بتاعتي. فعلى سبيل المثال مثلا انا عايز احط التانك ده وليكن هنا، احط الفيزل اللي هناك ده وليكن هنا. دايما عندك كل اكيوبمنت واحنا بنحطها كان لها حاجه اسمها الانسيرش بوينت. لما تعملها سيلكت هتلاقي النقطه ظهرت نفس المكان اللي انت كنت مختاره معايا. تبدا بتشتغل عليهم ان انت تعمل ايه الاكيوبمنت ارينجمنت بتاعتك، وتبدا تحطهم في الاماكن بتاعتهم. دي قاعده التانك، فخلينا نحطها على نفس التانك تاني. ماشي، على سبيل المثال والله لا انا الشلتر ده عايز احطه في دوت، فانا عايز احرك الشلتر اعمل له موف واحدد المكان دوت ان هو يبقى في المدخل دوت. طبعا انا اخترت اكتر من حاجه في الستريت، اتس اوكي مفيش اي مشكله. المهم شايف من القصه ايه؟ ان انت بتبدا تحدد الاريا لوكيشن بتاعك، وتبدا تعمل ايه؟ تبدا تعمل بوزيشن للاكيوبمنت. لكن لو حضرتك لاحظت كل ما نيجي نحرك اكيوبمنت تلاقي جرافيكس بيرف معاك، البلانت بيتحرك بطريقه غريبه. فلذلك بنروح نعمل ايه؟ بنروح نعمل درون عادي خالص بره كده، وابدا ايه اخد ابعاد. فانا عندي تانك، التانك ده ايه؟ يعني سيركل. فاعمل سيركل سي واختار النقطه بتاعتي اللي هي نقطه الاصل. ما تنساش تختار نيرست النقط عشان يحط لك النقطه، واختار النقطه دي مثلا واقول التانك. التانك بتاعك الديمتر بتاعته ملي متر، فانا هختار النص القطري يبقى 4000. يبقى انا عملت ده التانك بتاعي، وابدا اعمل له بوزيشننج للمكان اللي انا عايزه عادي خالص، حركه زي ما انت عايز. وفي الاخر بتحدد المكان او بتثبت المكان، وناخد كل ده نخش هناك وننقل على التانك. فده التانك الاولاني اهو. تعال نقول للستيل ستراكشر، فهعمل ايه؟ هعمل لاين وهعمل مربع وليكن بالمنظر ده. ده الاريا لوكيشن. لو عايز تعمل تفتح الاكستنشن بتعمل هنا او الاكستنشن عشان يلقط النقطه دي. انت لما بتطلع نوت برضه مش هتقدر الكلام. هذا الاريا مثلا اللي انا عاملها للستيل ستراكشر. الاريا الاخيره ان شاء الله هحضر الكلام ده المحاضره الجايه وهنتكلمه بالتفصيل. الفيزل الاخيره والاكيوبمنت الاخيره هتتحط هنا اللي هي ايه؟ الفيزل الطويله. فبرضه اعمل لاين، هي الاريا دي اللي انا هحط فيها الفيزل الطويله. ماشي، يبقى ده الاريا بتاعتي. هو ده الاكيوبمنت اللوكيشن بتاعي. بقعد اعملها صادق بقى وبكتب عليها اسمها انه ده مثلا ايه. باجي هنا اضيف تكست، طبعا احنا شغالين في المودلنج. هات التكست او درافتنج اند انوتيشن. تعالى نروح درافتنج اند انوتيشن عشان يبقى اسهل معاك في البيئه. وهات تكست، حط التكست نوت وقول له ان ده هو بيسل اريا على سبيل المثال.
معايا. انا عايز اقول لك ايه اللي عايز اقوله لك، ايه اللي احنا شغالين في بي 2 دي عشان ما توجعش قلبك في الجرافيكس، بنحدد كل الحاجه فيها زي ماشي. هو موجوده بس طبعا الفونت سايز بتاعي عايز نعدل. المهم هي موجوده ده. بنحط مثلا دي الفيزل اريا، دي التانك اريا، دي البام شيلتر اريا، ان شاء الله هحضرها لكم المره الجايه. ونبدا نعمل الاكيوبمنت الوكيشن على حسب هذا الارينجمنت اللي احنا عملناه. امتى بقى اعمل الاكيوبمنت ارينجمنت؟ لما اقعد مع المهندسين بتوع البروسيسور والانسترومنتيشن والكهرباء ونقعد نتناقش ونقول والله انا لو حطيت الشلتر هنا البايب من هنا لهنا هيعمل فيه بريشر دروب كتير على الموصل التانك، يبقى انا كده مثلا محتاج ادعم الترومبه دي بترومبه ثانيه. طيب هنا الباور كونسومشن هيبقى قد ايه؟ طب انا لو قربت الشلتر ده من هنا، طب لو رفعت الفيزل على بايب راك بحيث ان يبقى عندي هيد عالي يغطي لي ان الفيزل تعمل درين تلقائي في التانك. المهم الشاهد من القصه ان احنا بقى بتدرس كل نقطه بالتفصيل وبتتخيل ان البلانت مرسوم قدامك. بعدها بنعمل فروزن للاكيوبمنت ريال، لان خلاص جماعه بتوع الكهرباء بتوع البروسيسور بتوع الانسترومنتيشن اتفقنا ان التانك افضل مكان له يبقى هنا، الشلتر اللي هيبقى عليه الفيزل الفيرتيكال هيبقى هنا، الاكيوبمنت الثالثه هتبقى هنا. المهم يعني بنتفق عليه خلاص، عملنا فروزن للاكيوبمنت لاي اوت، نبدا نشتغل عليه بقى. اروح بقى اجي اعمل بوزيشن للتانك بتاعي في النقطه دي، اعمل ايه؟ هقوم راسم الرسمه دي نفسها او واخدها اكس ريف في البلانت هناك وابدا اشتغل عليه. ان شاء الله اعلمكم الكلام ده كله في المحاضره الجايه، لان احنا المحاضره بتاعت النهارده كانت تفاصيل كتير ومش عايز اوجع البيت بتاعي. شاهد من القصه ايه؟ انه انت ما بتشتغلش كده، ما بتشتغلش عشوائي زي ما احنا شغالين كده. انا كل اللي بعمله لك بحاول اقول لك انه احنا بنعمل شلتر بالمنظر ده، بنعمل الفيزلات نفس القصه. انا عايز مثلا كوبي من الفيزل دي واحطها في كام داتا، نفس القصه اهي لو سمحت خد منها كوبي سي او واختار اي نقطه منهم، سي هاخد مثلا النقطه دي وهاخد منها كوبي، عملت كوبي الفيزل ده. لو جيت وقفت عليها هتلاقي عامل لك علامه استفهام فيزل 001 اهو، يعني منسوخه من 001 وعلامه استفهام. شوف التاج نمبر بتاعها. الفيزل دي انا اعمل لها بوزيشن او موف واحطها فين؟ فوق الشلتر اللي هناك ده معايا. فبقى عندي فيزل في البنطلون اهي، انا موقف عند نيرست فهو حطها تحت ايدي زي ما حضرتك شايف، وهبدا ارفعها فوق فهشغل الاورثوجونال اف 8 وهختار النقطه دي موف وحدد النقطه مثلا ده اللي هو النقطه ده اهي الكورنر ده، وهاجي عند البليد اللي فوق ده واختار اي نقطه عليه. بس اتاكد وانت بتختار ان النقطه صح، ولما تتحط معاك في اي نقطه هي الفكره ان انا القط بس النقطه اللي فوق. بعد كده اهو انا حطيتها مثلا سي هو ده المكان بس عايز احركها 2 متر جهه ثانيه اهي، واقول له موف واقف في الفاضي خالص بعيد اهو وتحرك مثلا بالفيزل بتاعك. شايف هي بتتحرك 3 دي، اعمل لو سمحت اف 8 عشان يحركها لك على اكس واحد، يبقى انا يتحرك الاكس ده يتحرك الاكس ده يتحرك الاكس اللي جنبه. فانا هتحرك على الاكس ده واحط الف تسعه اللي هو ايه؟ 1 متر. فده انا حركتها 1 متر في الجنب ده، فبقت مثلا الفيزل بتاعتي على الاستراكشر من فوق، وعملت هو ده الارينجمنت على سبيل المثال يعني اللي انا عايز اعمله للفيزل ده. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ايه؟ ان انت شغال في بيت اوتوكاد، كل حاجه بتتنسخ، كل حاجه بتتحرك، كل حاجه بتتنقل. وقلت لحضرتك ان المشروع ما بيقبلش انه يبقى فيه اكتر من اكيوبمنت لنفس نفس التاج نمبر، فهتلاقيك لما بتنسخ الحاجه عادي خالص هو بيحط لها تاج نمبر لكنه تاج نمبر غير معروف. لان لو اتنقل، لو جيت عملت دبل كليك على دي وبصيت على البروبرتيز بتاعتها هتلاقيه كاتب لك ايه؟ تاج نمبر 001 وعلامه استفهام. علامه استفهام يعني ايه؟ يعني التاج نمبر نوت اسايند، التاج نمبر ده مش الصحيح. لكن عامل لك الفي 001 ده عشان يعمل لك الفيت ان انت دي واخدها من كوبي من الفي 001. كل حاجه شغاله مع حضرتك ايه طالما انت عارف انت بتعمل ايه. لو لاحظتوا احنا شغالين في بيئه الدرافتنج والانوتيشن، فانا عايز ارجع تاني لبيئه البلاند 3 دي اهي. بلاند 3 دي اكنك بتقفل برنامج وتفتح برنامج تاني خالص. شباب الله يبارك فيكم، انا كل اللي يهمني ان انت تتعلم دلوقتي ازاي تعمل الكيوبمنت، ما تشغلش بالك خالص احنا عاملين الكيوبمنت دي ليه، قد ما تشغل بالك ان انت تعملها بتفاصيلها وتبقى عارف يعني ايه الكيوبمنت دي. الستيل استراكشر نفس القصه، التنكات نفس القصه، ماشي ايدك على قد ما تقدر في المواضيع دي، لانه احنا ان شاء الله هنعمل مشروع كامل فروم اي تو زد. ازاي؟ هنروح نجيب مشروع باللوحه بتاعته، نرسم البي اند اي دي، نتعلم يعني ايه بي اند اي دي ونرسمها، نتعلم يعني ايه نرسمها، وهنعمل كل الكلام ده كلاته، لكن في سبيسيفيك سايت يعني في مساحه محدده، ونبدا نوصل البايبنج بتاعتنا كلها وهنرسمها بطريقه مختلفه تماما. هفهمك برضو ليه القصه دي. انا مش هطول عليكم المره دي، انا كان المفروض اقول لكم كلام اكتر من كده كتير، لكن قبل ما اخلص الفلنجات
مش هقدر اطلع من الموضوع ده. ان شاء الله المره الجايه هنتعلم البلوف مرتبطه ارتباط كبير جدا بالفلنجات، فهنخلص الفلنجات وبعدين نخلص البلوف وبعدين هنخلص السترينرز ونبدا نتعلم ازاي نعمل اكيوبمنت دري اوت. هذا مجموعه الاكيوبمنت دي هنفكسها في مكانها وكل واحد يبقى له مكان حتى ونحط الاكيوبمنت بتاعتنا كامله ونبدا نعمل جنريت اكيوبمنت دري اوت وناخد سكشن فيو وسايد فيو واليفيشن فيو ونبدا نحط الانوتيشن عليه ونحط تفاصيل كتير جدا معاه. يبقى ده اول مخطط طلعنا المشروع اللي هو الاكيوبمنت دري اوت، وهنبدا نتعلم بعدها البايبنج. وهفتح تاني الموضوع للحوار، اللي عنده اي اسئله يا شباب كده محاضره النهارده ان شاء الله خلصناها، اللي عنده اي اسئله او اي مشاكل في البرنامج من اول ما بدانا لحد النهارده او حتى في صميم الشغل ما عندناش مشكله، يعني احنا اشتغلنا كونستراكشن كتير فان شاء الله بنقدر. المايك مفتوح ليكم كلكم يا شباب اللي عايز يتكلم لو سمحتوا. مهندس ادوارد اكمل ولا ايه؟ باشمهندس ادوارد كنت بتسال انه ينفع اخد سكشن فيو ولا لا؟ تعالى نتفق على حاجه يا باشمهندس، هو طبعا انت في اوتوكاد، اوتوكاد بيعمل كل حاجه في سكشن وفي كل حاجه، لكن انت عايز تاخد سكشن مين؟ هو ده السؤال. احنا دايما يعني انت متخيل ان التك ده انا عارف ايه اللي جواه، ده شيل حاجه فاضيه، حتى هو يعني انت لما تشغل الجرافيكس بيبقى فاضي من تحت. هو فاضي من تحت، روح يا عم خد الفيو بتاعك واعمله 2 دي واير فريم، اهو شايف كل حاجه جوه وبره. روح هات الكونسبتر، روح هات الاكس راي، يعني شايف من القصه ان انت تقدر تعمل فيو بالمنظر اللي انت عايزه، عايز تاخد سكشن ليه. الحاجه الثانيه ان احنا في اوتوكاد احنا ما بنهتمش خالص خالص بايه اللي جوه الاشياء، يعني المبادله الحراريه دي في تل حاجات من جوه زي ما حضرتك شايف الواير فريم كده، في شويه ستاد وفي مش عارف ايه، يعني كل التفاصيل اللي جوه دي ما بتهمنيش في حاجه. انا كل اللي يهمني ان الاكيوبمنت ده يحجز مساحه ويديني الاورينتيشن بتاعه النزلات عشان ابدا اشتغل عليه بايبنج واطلع بايبنج لي اوت واطلع اكيوبمنت لي اوت بالدايمنشن الخارجيه مش بالداخليه. حتى لما تيجي نعمل الاسقاطات كمان شويه هاجي اوريك ان التفاصيل الداخليه دي بتعمل لك صداع كبير جدا. حتى البرنامج لو لاحظت لما جينا نعمل هنا حاطط الاستاد بولت وحاطط كل حاجه. طب انا لما اعمل حاجه داخل البرنامج نفسها ده انا مستورده من بره، هنا حاطط اي ستاب بولتس؟ لا، لانك انا مش محتاج التفاصيل دي، التفاصيل دي هتعمل لك صداع كتير جدا جدا جدا، التفاصيل دي هتعمل لك صداع كبير جدا جدا في الـ في الـ في اللي اوت اللي ان شاء الله هنعمله يمكن في المره الجايه واللي بعدها. فاحنا هنا بنهتم بالحاجات الخارجيه فقط، ما داخل الاشياء ما يهمناش. اتفضل يا باشمهندس دايركت مفيش اي مشكله. طيب بص يا باشمهندس، انا قلت لحضرتك في الاول ان المشروع اللي احنا بنعمله ده بنعمله سيميوليشن لاي حاجه تتكون من الاشياء اللي هتيجي ده، طالما في شغل بايبنج، طالما في شغل اكيبمنتس، الاثنين دول في اي مكان انت تقدر تستخدم برنامج اوتوكاد بلاند 3 لان هو اصلا متخصص في انه يعمل لك اكيبمنت ويعمل لك بايبنج معايا. حتى الستريت ستراكشر فيه ضعيف جدا، احنا الناس بنعمل فور ترانس، وانا وريت لحضرتك المره اللي فاتت كل النماذج اللي احنا عاملينها، اصلا احنا بنحذف الاستراكشر اللي البرنامج بيعمله وبنجيب الديتيلد انجينيرنج استراكشر اللي احنا عملناها في تيكل استراكشر ندخله هنا. فانا مش فاهم البي في بتاع الطاقه، البي في الباور سولار الباور مش عارف، يعني حضرتك بتتكلم على البلاندز بتاعت الطاقه الشمسيه. انا قلت لحضرتك اي حاجه فيها بايبنج واكيوبمنتس انا اقدر اعمل لها سيميوليشن معايا. البلاند اللي انا بتتكلم عليه بقى هو بقى بيشتغل بقصه انه الطاقه الشمسيه هنا بتستخدم في التسخين ولا لو على الواح طاقه شمسيه، انا مش فاهم بصراحه. في حد عنده اي اسئله يا شباب؟ طيب باشمهندس احمد اتفضل حضرتك، احنا كده الحمد لله خلصنا المحاضره بتاعت النهارده. انا عارف ان هي كانت تقيله شويه، ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى خفيفه خالص وفيها تفاصيل مش كتير.
عشان نزعم الفوضى حضرتك. لا ده انت لا ودنك في كل حته. بتتكلم على مين؟ البي في ليت؟ فين؟ البي في ليت ده البايك فلوت بيلت في هنا. انا مش فاهم، مش فاكر البي في ليت اللي هو البريشر فيزلز ديزاين. البي في ليت ده البريشر فيزل، زي برنامج كوتو بايك فيزل ده بيعمل ديزاين للبريشر فيزل، بس شركه ثانيه، ده شركه مش فاكر اسمها انتوجراف. المهم يعني ده شركه ثانيه، ده بتاعت شركه بنتلي، وده شركه انتوجراف او حاجه زي كده المصري، مش بتاع طارق صاحب ده كده. اتفضل. موضوع هندسه الستريس اناليسيز، اتفضل يا شباب. هل الطبيعي ان انا بعمل الستريس اناليسيز على الكريتيكال لاينز بس، ولا لازم اعمل الستريس اناليسيز على البايبنج باكج كلها؟ لا الكريتيكال لاينز يا شباب، الكريتيكال لاينز ديت هل في ستاندر بيحدد كون الحاجه دي كريتيكال؟ يعني مثلا ما يعلى درجه الحراره عن درجه معينه، او بتعلى الضغط عن درجه معينه يبقى لا كريتيكال؟ الكريتيكال لاينز اللي هي البروسيس لاينز كلها، البروسيس لاينز كلها بالاستثناء بنعملها الستريس اناليسيس بتاعها، يعني الخطوط اللي ما بيصدعوش دماغ في الستريس اناليسيس اللي هي خطينات السيرفيس بقى، الانسترومنت اير لاين، البلاند اير لاين، الدوميستيك ووتر، البروسيس ووتر، الكلام ده يعني اللي هو الايه، الخطوط اللي ما لهاش اي مشاكل ان لو اتكسر ما يجراش حاجه يعني. ومع ذلك بيصدعوا يعني، برضه بتروح للراجل بتاع الديزاين عشان يعمل لك سبورت ديزاين، تقول لك انت جبت الاحمال منين؟ يا عم ما احنا خلاص اعتمدنا يعني، يعني تفاصيل كتير يعني. فاغلب الموضوع يعني بما انه برامج بتعملها ف بنختصر الموضوع نعملها. تمام يا هندسه. لكن الكريتيكال لاينز اي حار اي خط فيه ضغط وشغال في البروسيس بنعمل له الاستريس اناليسيس. تمام يا هندسه. السؤال الثاني، هل انا مطالب كبايبنج انجينير ان انا ابقى عارف كل اللي اوت جايد لاينز بتاع كل الاكويبمنت؟ يعني مثلا الديسالينيشن تاورز، الهيت اكسشينجرز، البامبس، كل الجايد لاينز ديت المفروض ابقى عارفها انا كبايبنج انجينير يعني؟ بص يا باشمهندس، مش كده خالص. انت كبايبنج انجينير المفروض تبقى عارف انه ده مثلا ده كيميكال تاور، كيميكال تاور مش هقول لك ايه اللي بيتم جواه، دي بامب لها دور ايه. ممكن يقول لك هي بص اقصد بامب هي يوريا فورمولا دايت بامب، ما تشغلش بالك من المسميات دي كلها، انت لازم تكون عارف صميم الحاجه اللي انت شغال معاها. لو بتعرف بروسيس ده كويس جدا، كويس جدا جدا جدا، هيفيدك كتير جدا، وهتحس ان انت رقم واحد في المشروع. ما بتفهمش بروسيس؟ لا حضرتك روح طور بس من ادائك في البي ان اي دي، هتلاقي انه انت رقم واحد، لانه دايما الميكانيكا هو اللي بيهتم بتفاصيل الاشياء. يعني انت مثلا هاي عندك مبادل حراري، انت ما بتتعاملش معاه على انه كيوبمنت اي 001، انت بتتعامل معاه كم مسمار وكم كلام كم، وبتفكه وتربطه بتبقى عارف التفاصيل كلها، فانت بتبقى اذكى بكتير منه، لانه الراجل بتاع البروسيس بيبقى دايما بيتعامل معاه لانه كيوبمنت اي 001 في مشكله يا باشمهندس تعالى شوف، فاهم؟ فانت لما تكون فاهم البروسيس بتحس ان انت ناقل كتير جدا سابق الموضوع. لكن هو دوره ايه ولا بيعمل ايه؟ ما تشغلش بالك، انت بص على البي ان اي دي صدقني هتفهم الكلام ده كله، هتلاقي الموضوع بسيط ابسط مما تتخيل، وهنتناوله ان شاء الله. يعني هنتعرف على الكلام ده في المحاضرات الجايه ان شاء الله، ازاي اقرا بروسيس، اقرا بي ان اي دي، وافهم البلانت شغال ازاي، لانك لو فهمت البلانت شغال ازاي هتفهم سبب المشكله كل لحظه، وخصوصا لو انت شغال في بلانت. انا بكلمك كانك مهندس ديزاينر مش مهندس صيانه، مش هيبقى بقى ميكانيكال سيل لايك ولا في نقطتين من دول ما يمكن رقم 10، لا هي مش كده. تمام يا هندسه. تمام، اتفضل يا باشمهندس. ما تقلقش هنغطي الموضوع ان شاء الله، هتلاقي السهل خالص البروسيس كلها دلوقتي سهل، مش هنخش في تصاميم كتير يعني، لانه هو اصعب حاجه في البي ان اي دي ان انت تفهم الدي سي سيستم اللي هو نظام الانسترومنتيشن والكنترول، وانا ما يهمنيش ان انا اتحكم، انا عايز افهم القصه ماشيه ازاي. تمام يا ريس. تمام. بص يا باشمهندس، انت بتقول لي اعمل ديزاين للخط واحد ولا للخطوط كلها؟ انا عايز اوريك بس سامبل بسيطه خالص، اكزامبل اهو. تعالى نقول اوبن نو، انا مش فاكر ايه دي، مثلا على سبيل المثال دي شبكه معموله اهي خط، طبعا انت ممكن تدخل اكتر من 10 20 خط مع بعض، وهعلمك ان شاء الله في مرحله من المراحل اللي بنشتغل اسمتريك
ازاي تطلع من اوتوكاد يدخل على البرنامج ده اللي هو برنامج اوتو بايب بنتري اوتو بايب بدون ما تعمل اي حاجه، بيحدد لك اماكن الالوهات واماكن السبورتات كل حاجه في ثانيه واحده بدون ما تدخل اي بارامترز، في ثانيه واحده خليه يرسمها لك. يعني البرنامج في خاصيه ان انت ترسم الكلام ده كله، انا هخليه يسحبها لك مره واحده واوريه لك بس هنا، وانت كل اللي بتعمله بتحط بس شويه البارامترز بتاعت البروسيس ديزاين بتاعتك وبتقول اناليسيس فين الاناليسيس، وبتبدا تعمل الستارت الاناليسيس بتاعتك، اعمل ديزاين تشيك واعمل مش عارف ايه، ويبدا يعمل لك الريبورت وتطلع ريبورت بضغط كليك. يعني قصه مش حاجه صعبه ان انا هروح بعمل ستريس اناليسيس بخط والكلام ده. اتفضل يا باشمهندس حتى التاني. اي حد تاني يا شباب؟ طيب شكرا يا باشمهندسين، ربنا يبارك فيكم. ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم في التفاصيل اللي احنا قلناها اللي هي بتاعت الجروف والباسكتس والفلانجات، وهنبدا نشتغل على الاكيبمنت ارينجمنت، ان احنا نعمل ازاي نطلع الاكيبمنت ارينجمنت من المشروع، وده المخطط هنطلعه. اشوفكم على خير المحاضره الجايه.